بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة هيكون لقاء الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز. نبتدي الأول سريعاً كده بتشكيل النادي الأهلي وبعدين نكمل الانترو بتاعنا. تشكيل النادي الأهلي النهاردة هيبقى محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحية اليمين أكرم توفيق، ناحية الشمال أيمن أشرف، الاثنين اللي في القلب رامي ربيعة وبدر بنون، قدامهم اثنين وسط دفاعي أليو ديانج وعمرو السولية، ثلاثة وسط أمامي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الأطراف، في النص محمد مجدي أفشة، وقدام مهاجم وحيد محمد شريف. نقولهم تاني، محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحية اليمين أكرم توفيق، ناحية الشمال أيمن أشرف، الاثنين اللي في القلب بدر بنون ورامي ربيعة، خط الوسط الدفاعي اللي قدامهم عمرو السولية وأليو ديانج، ثلاثي الوسط الأمامي هيبقى طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، ومهاجم وحيد محمد شريف. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة بالمكسب بإذن الله. بالتأكيد كلنا مستريحين وسعدة، وسعادة كبيرة جدا لما كسبنا الماتش اللي فات في القمة 121 على الزمالك، رغم الظروف الصعبة اللي مر بها الفريق قبل المباراة، نقص عددي، إجهاد، ضغط جامد جدا على اللعيبه، ولكن كل دي كانت دوافع وتحدي كبير للفرقه. والحمد لله لو تفتكروا المباراه اللي فاتت انا قلت لحضراتكم ان الماتشات دي بتخلق نجوم، الماتشات دي بتعمل دوافع، مش شرط ان انت تبقى ناقص في العدد وتخسر لا قدر الله، لا، مش الاهلي والزمالك بالذات، ودايما بتبقى او في معظم الحالات بتبقى لصالحنا، نكون احنا غيابات عندنا كتيره جدا او مرهقين او مجهدين، ولكن ننزل كل الناس او معظم الناس تقول لك ان الاهلي يتخاف عليه النهارده، الاهلي يعني في صعوبه انه يكسب النهارده. بس انا قلت لحضراتكم الماتشات دي حصلت كتير، السيناريو ده حصل كتير، يمكن كان في قلق قبل الماتش، ولكن القلق ده قلق صحي، ولكن خلي عندك ثقه دايما في ربنا طبعا وفي لعيبه النادي الاهلي. زي ما شفنا الماتش اللي فات اللعيبه ما قصرتش. يعني انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، الماتش اللي فات ده اللي انا بتكلم عليه احنا مخلصينه اول امبارح بالليل، يعني كنا بدانا يوم جديد، يعني انا حاسس ان انا طلعت فاصل بعد ماتش الاهلي والزمالك ورجعت على الاهلي وسموحه. فما بالك بقى باللعيبه، اللعيبه اللي ما لحقتش تريح، ما لحقتش تنام، ده يا دوبك نام تاني يوم تدريب، اليوم اللي بعده ماتش. فالحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يمكن النهارده ابتدى يرجع واحد من الغايبين اللي هو محمد الشناوي، الباقي كله لسه موجود. محمد الشناوي النهارده الحمد لله رب العالمين، يعني واحد من الناس اللي هم اساسيين في التيم، مش عايزين برضو ان احنا نغفل دور علي لطفي الماتش اللي فات، ادينا له حقه ولازم نديله حقه، والفتره اللي جايه هتلاقيه داخل كمان مع الشناوي بإذن الله رب العالمين. دخل الشناوي طلع بيكهام، بس بيكهام الحمد لله مش إصابة، ثلاث إنذارات، فالحمد لله على سلامة الشناوي من الإصابة بفيروس كورونا، والحمد لله النتيجة كانت سلبية. اللي أنا عايز أقوله بقى إن ماتش النهاردة ماتش صعب جدا جدا جدا. ليه بقى؟ أنا أقول لحضراتكم، أولا غيابات زي ما هي، تاني حاجة ما لحقناش نريح، ثالث حاجه اولا احنا عاملين ماتش كويس قوي. خلي بالكم انا في الماتشات اللي هي الكويسه قوي لما تبقى مثلا مع الزمالك او واخد بطوله، انا ما بلاش ماتشات الزمالك والماتشات اللي هي النهائيات، ما بلاش منها ابدا، انا بقلق باللي بعدها مباشره، مش عشان حاجه، لا، دايما بيبقى في كده عند البني ادم، مش عند لعيبه النادي الاهلي، عند البني ادم بصفه عامه، بعد اي بطوله او بعد اي ماتش مهم انت كسبته او حصلت على بطوله بيحصل نوع من الاسترخاء كده او الهدوء غصب عنك، ولكن اتمنى ان ده ما يحصلش النهارده. ما بتكلمش على لعيبه الاهلي، انا بتكلم عموما في العموم. فانا ماتش النهارده عندي خلاص بعد ماتش الزمالك مهم جدا، لان انت بعد ماتش النهارده ان شاء الله لو كسبت ترجع لمكانك الطبيعي اللي هو اول الدوري العام في الترتيب، وده مكان النادي الاهلي الطبيعي، ويبقى لك كمان ماتشين بينك وبين الخصم، يعني في ماتشين كمان مؤجلين ليك، وبينك وبين بقيه الفرق من خمس ماتشات لست ماتشات،
عايز اتكلم عن المكسب بتاع الماتش اللي فات سريع. الماتش كمان او المكسب ما كانش صدفه. شفنا حضراتكم اداء جيد جدا 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 من لعيبه النادي الاهلي الشوط الاولاني، وشفنا رجاله في الملعب الشوط الثاني. هتقول لي اصل هم الشوط الثاني مش زي الاولاني، عادي جدا، احنا عملنا مجهود فوق الوصف الشوط الاولاني. الشوط الاولاني مريح، يخلص 3 4 طلعنا كسبانين الحمد لله رب العالمين. الشوط الثاني مستر موسيماني، البعض اتكلم عنه قبل المباراه صوره مش كويسه. مستر موسيماني عرف يدير المباراه كويس قوي، وعرف ياخد منها اللي هو عايزه. لو افتكروا حضراتكم الشوط الاولاني مستر موسيماني لعب ضاغط على فرقه الزمالك، ما اداش الفرصه خالص انها مش تتنفس، يعني الكره الوحيده اللي جت علينا اللي هي كره بتاعه شيكابالا، انما ضغطهم في نص ملعبهم، الفرص وخلق الفرص لنادي الاهلي بس، الاهداف او زياده الاهداف طالع كسبان 2-1. الشوط الثاني الراجل عرف يدير الشوط الثاني، هو قال لك ايه؟ عرف يقرا الجيم، قال لك الشوط الثاني الزمالك هيجي مندفع عليا، فانا اقفل نص ملعبي واعتمد على الكرات اللي هي في خلف الديفنس بتاعه اللي هي المساحات اللي فاضيه. هو يعني اللعيبه ما قدرتش تنفذ بنسبه كبيره اللي هو كان عايزه مستر موسيماني، ولكن على الاقل كان في تنظيم دفاعي جيد، كنت واقف على رجلك، حتى وان كانت بعض الاستحواذ الشوط الثاني كان لنادي الزمالك، ولكن استحواذ سلبي. ما كانش في تقريبا خطوره على علي لطفي غير ضربه الجزاء اللي هو صدها وكورتين عرضيتين وكره شالها هو في الاخر بالهيد. ولكن مستر موسيماني عرف يتعامل مع المباراه، عرف يتعامل مع كل شوط على حده، لعب بطريقتين ونجح في الاخر ان هو ياخد اللي هو عايزه. شفنا لعيبه رجاله في الملعب، لو تفتكروا حضراتكم اخر ربع ساعه لما ايمن اشرف اتحامل على نفسه وجات الكوره، يعني انا مش عايز اقول يا عيني وصعبان عليه، جات الكوره في هجمه للنادي الاهلي، هو رايح وعمال يزك وبيحمل على رجله، الكره اتقطعت ورجعت وهو يا عيني عمال يزك وبيحمل على رجله عشان يلحق يرجع تاني. بس ده اتعودنا عليه من لعيبه النادي، من رجاله النادي الاهلي طول عمرهم. بس احنا بقى ماتش خلص ما بنعملش زي الغير، ان احنا نقعد بقى نتكلم ونحفل ونقول خلاص هو ماتش خلص، كسبناه، كسبنا 3 نقط، ماتش زيه زي الماتشات اللي جايه، زيه زي ماتش النهارده الحمد لله. في نفس اليوم لان الماتش خلص واللعيبه طلعت من الاستاد 12:30، يعني بدانا اليوم اللي بعده، بدانا الاستعداد لماتش النهارده، ماتش سموحه اللي هيتلعب كمان شويه. بس ده النادي الاهلي وده قدر النادي الاهلي، يخرج من ماتش يخش في ماتش، يخرج من بطوله يخش بطوله ثانيه. لو حضرتك بتتكلم، انا بقول لحضرتك انا بتكلم حاسس ان انا طلعت من فاصل ماتش الاهلي والزمالك داخل على الاهلي وسموحه. اللعيبه بقى دي اللي عليها ضغوط، يعني ده بيدربوا ايه؟ دربوا يوم بعد الماتش، ما ريحوش كمان، وبيتكلم ان التاني يوم عندك ماتش. شوف بقى الجهد قد ايه والضغوط اللي على الفرقه قد ايه. وبعدين وكمان ايه، ما تنساش حضرتك ان في صيام، عارف في صيام واحنا بنلعب كل كام يوم ماتشات، كل يومين والتالت ماتش، يومين والتالت ماتش، لحد امتى؟ لحد 10 مايو. تخيل، يعني حتى اللعيبه مش ما تاخدش نفسها، كمان عندك غيابات واصابات. شايف ان دي كلها ضغوط على لعيبه الاهلي، ولكن الاصابات والغيابات والحاجات اللي بتحصل فينا والضغوط اللي بتتعمل علينا خلت عند اللعيبه دوافع. طيب انا هوريكم، انا الاهلي، احنا رجاله الاهلي، بس اللي بيحصل ده يا جماعه كتير قوي، ما بيحصلش مع اي فريق في العالم، ما فيش حد كده. يعني انت تخيل ان انت بتلعب كل يومين ماتش، وشهر رمضان فيه صيام، وداخل بعد كده على ايه؟ قرعه البطوله الافريقيه الدور الثمانيه يوم 30 ابريل، وانا بمثل مصر، مطلوب مني كمان ايه؟ ان انا اكسب، وان انا بمثل مصر خلي بالك، والماتشات اللي جايه هتبقى خروج مغلوب، يعني ماتش هنا وماتش هناك، والكسبان بمجموع المرتين هو اللي يكمل. وبتتكلم عن ايه كمان؟ المنافسين سواء بره او جوه بيكونوا مريحين. لكن للاسف كمان الاهلي وهو مضغوط بالماتشات دي
بالماتشات دي كمان هنلعب دور الثمانية في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقنا ويكرمنا. بس انا عايز اقول لكم الضغوط اللي على اللعيبه مش علشان تراعوا الموضوع دوت، لا، علشان حضرتك لما تبص وتشوف اللي بيحصل مع النادي الاهلي ومع الفرق الثانيه تعرف قد ايه حجم الضغوط على اللعيبه ديت. ومفيش مراعاه ابدا للعيبه النادي الاهلي في المهمه، حتى انك انت بتمثل مصر في افريقيا، انت الوحيد اللي بتمثل مصر في افريقيا في بطوله ابطال الدوري. عموما كل دي والامور اللي بتحصل دي شفنا رجاله النادي الاهلي اتغلبوا عليها ازاي المباراه اللي فاتت. نتمنى النهارده يكملوا، لان مباراه النهارده برغم الغيابات وبرغم ان انت هتبقى المباريات بتاعتك لسه ناقص لك مباراتين، انما مباراه النهارده لو كسبت ان شاء الله باذن الله نكسب، هنبقى متصدرين الجدول ونرجع لمكاننا الطبيعي. تعالوا بقى نشوف كواليس مباراه النهارده، نروح لزمايلنا الاعزاء فاروق صلاح ومحمد توفيق نعرف منهم ايه اخبار الاجواء النهارده. مساء الخير يا فاروق، ازيك؟ برحب بيك. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من استاد الاهلي والسلام واخر استعدادات وكواليس مباراه الاهلي وسموحه المؤجله من الاسبوع الحادي عشر للدوري المصري الممتاز. طبعا انا مش هزيد على الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن ايمن، كلام مهم جدا طبعا في ظل الضغوط وفي ظل تلاحم المباريات، كل يومين بتلعب مباراه وانت مطالب بالحفاظ على بطوله الدوري، مطالب بالحفاظ على بطوله كاس مصر، مطالب بالحفاظ على بطوله دوري ابطال افريقيا، ومطالب ايضا بكاس السوبر الافريقي المقرر ليه يوم 28 مايو، كلها ضغوط في وقت صعب جدا في ظل صيام. طبعا انا مش هزيد على الكلام اللي حضرتك قلت، ان حضرتك قلت كلام مهم جدا، لكن زي ما حضرتك قلت ان دي الظروف اللي دايما بتصنع شخصيه النادي الاهلي، وهي اللي على مدار تاريخ النادي الاهلي بتصنع شخصيه النادي الاهلي. طبعا الفريق النادي الاهلي عاقب الفوز على فريق الزمالك كان طوى صفحه الانتصار على الزمالك، كابتن سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين، مباراه بثلاث نقاط انتهت، بنبدا نستعد يعني استعداد الاهلي لسموحه بدا مع انتهاء صافره مباراه الاهلي والزمالك. سريعا ثاني يوم الفريق بدا استعداداته وتدريباته بالامس، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي دايما بيبقى موجود في الميعاد، موجود مع لعيبه النادي الاهلي في كل وقت في كل زمان، بيدي قوه الدفع للاعبين. طبعا شكر اللاعبين والجهاز الفني على ادائهم في مباراه الزمالك، وقال انا مقدر الضغوط اللي انتوا فيها وتلاحم المباريات، ولكن دايما ده قدرنا احنا النادي الاهلي، دايما مطالبين بان احنا نتعامل مع كل الظروف، وشخصيه النادي الاهلي هي اللي بتفرق. طبعا عقب المران الاخير توجه الفريق طبعا للمبيت في احد الفنادق القريبه استعدادا لمواجهه فريق سموحه. طبعا غيابات حدث ولا حرج يا كابتن ايمن، غيابات كثيره جدا بينضم ليها مؤخرا طبعا احمد رمضان بيكم لحصوله على ثلاث انذارات. النادي الاهلي طبعا في هذا اللقاء بيستعيد طبعا محمد الشناوي، وطبعا زي ما حضرتك استعرضت تشكيل النادي الاهلي طبعا يعني بتستعيد لاعب بتفقد لاعب، النهارده اكرم توفيق في مركز الظهير الايمن ومحمد الشناوي بتستعيده في حراسه المرمى، لكن انا عايز اقول لك الروح اللي انا شفتها اثناء تواجدي مع الفريق في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، الروح اللي ما بين الشناوي وعلي لطفي هي دي سر نجاح النادي الاهلي يا كابتن. ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه النهارده. شوف الروح وعلي لطفي وعارف. ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه النهارده. بالظبط يا كابتن ايمن، شوف بالظبط يا كابتن ايمن، شوف الروح اللي ما بين علي لطفي وهو عارف ان الشناوي هيلعب، يعني انا عايز اقول لك ما تحسش ان علي لطفي زعلان او لا يا كابتن ايمن، هو ده النادي الاهلي، الروح اللي ما بين اللاعبين، انت عارف ان طبعا وقت صيام الوقت كتير اللعيبه بتبقى قاعده مع بعض بتتناقش بتتكلم، دور اللعيبه الكبار ايمن اشرف والسوليه ووليد سليمان وسعد سمير ورامي ربيعه مع اللاعبين، انا عايز اقول لك يا كابتن ايمن دايما دايما البطولات بتبدا من داخل اوضه اللبس ومن داخل الغرف المغلقه، وهي دي سر نجاح النادي الاهلي جيل بعد جيل. يعني اقدر اطمنك ان شاء الله ليه على المباراة اليوم، طبعا فريق النادي الاهلي كان تحرك في تمام الساعة 7:30 من الفندق اللي بيقيم فيه فريق النادي الاهلي الى واتجه الى استاد الاهلي والسلام. طبعا زي ما قلت لك الروح المطمئنة للاعبين، التركيز اللي عند اللاعبين، ايضا يعني طاقم تحكيم اللقاء اللي يعني لدى وصوله لارض الملعب قام بتفقد ارض الملعب اللي بتظهر في صورة اكثر من رائعة، استاد الاهلي والسلام بيظهر في صورة اكثر من رائعة. النهارده بيدير طاقم تحكيم للقاء محمد الصباحي حكم الساحه بيعاونه احمد نوفل المساعد اول وسامي هلها المساعد ثاني،
احمد ده صلاح حكم، احمد ده صالح حكم رابع، اثنين لحكام الفيديو سيد شعبان وصبر ابراهيم. يعني لدى وصول فريق النادي الاهلي طبعا مستر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى قام بتفقد ارض الملعب، وطبعا يعني انا سالته على الشناوي وعلى لطفي قال لي الاثنين معاه، عندي الاثنين كويسين جدا، والشناوي النهارده موجود لكن الاثنين بيتمتعوا، انا سعيد، يعني قال لي انا سعيد جدا بالروح اللي ما بين الشناوي وعلي لطفي، ودي زي ما قلت لك يا كابتن ايمن هي سر نجاح النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يقدر يستعيد القمه، فوز النادي الاهلي ان شاء الله باي نتيجه يعود النادي الاهلي على القمه المفضله بطوله الدوري المصري. انا معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا فاروق، ومن فاروق هنروح لزميلنا العزيز محمد توفيق نعرف منه اخر الاخبار عنده ايه. مساء الخير يا محمد، اتفضل. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء واستوديو تحليلي جديد مباراه الاهلي وسموحه على استاد الاهلي والسلام في اطار يعني مؤجلات الجوله 11 من الدوري العام. يمكن خلينا اكلمك بشكل اكبر عن فريق سموحه واستعداداته للمباراه. كان فريق سموحه يعني اختتم استعداداته بالامس على ملاعب الفريق في محافظه اسكندريه، وبعد كده كابتن احمد سامي المدير الفني للفريق اصطحب 20 لاعبا لدخول معسكر مغلق ليله المباراه هنا في محافظه القاهره. يمكن سموحه زي ما حضرتك اتكلمت في البدايه فريق من الفرق اللي بتادي بشكل ممتاز الموسم دوت. يمكن سموحه بيخش المباراه وهو عنده 24 نقطه حصدهم من 17 مباراه، فاز في 4 مباريات وتعادل في 12 مباراه، وده رصيد كبير جدا من التعادلات، وخسر في مباراه واحده. يمكن كان ليا حديث مع كابتن احمد سامي قبل المباراه، اتكلمت معاه قال لي يمكن ما حققناش فوز كتير، معظم المباريات تعادل، لكن الحاجه المهمه والايجابيه ان احنا ما بنخسرش. يمكن بنسجل اهداف كتير لكن للاسف في اخطاء كتير عندنا يعني بتخلي اهداف كتير تدخل مرمى الفريق. قال لي ان طبعا اتكلمت مع اللاعبين عن قيمه النادي الاهلي، والنادي الاهلي خارج من مباراه كبيره امام نادي الزمالك ومؤدي بشكل اكثر من رائع، لكن احنا جايين النهارده عشان نعبر عن نفسنا بنلعب الخطه او التشكيل المعتاد لينا. يمكن النهارده سموحه بادي 4-2-3-1، القوه الهجوميه كلها النهارده في نادي سموحه موجوده ومتواجده خلال المباراه. يمكن دي اخر مباراه لمهاجم الفريق وهداف الفريق حسام حسن والباك الشمال كمان محمد الطرهوني بعد اعارتهم رسميه لنادي اهلي طرابلس الليبي لنهايه الموسم. كابتن ايمن يعني يمكن من خلال بحث كده فريق سموحه وبعض الاحصائيات الخاصه بفريق سموحه، يمكن فريق سموحه حط 24 جول في يعني اللاعبين الموجودين في ارض الملعب النهارده سجلوا 22 جول منهم، يمكن بس بيغيب محمد عبد المنعم المدافع الاصابه ده احرز هدف واحد، وكمان رفيق كبو احرز هدف واحد، وعلى دكه البدلاء النهارده يمكن حسام حسن النهارده اللي بيلعب مهاجم اساسي احرز 8 اهداف، كمان احمد عبد القادر احرز 3 اهداف، مصطفى فتحي 5 اهداف، عبد الكبير الوادي احرز 4 اهداف، رجب نبيل المدافع احرز هدفين. فبنتكلم في قوه هجوميه كبيره جدا لنادي سموحه النهارده، مباراه قويه زي ما حضرتك قلت في البدايه، اعتقد ان شاء الله يعني نشوف مباراه كبيره النهارده ويكون التوفيق حليف النادي الاهلي. يمكن سموحه زي ما حضرتك اتكلمت من الفرق اللي مقدمه بشكل اكثر من رائع السنه دي، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يكون في الموعد ويكون عند الميعاد ويحقق فوز زي ما قلت حضرتك وذكرت في مقدمتك عشان نرجع لمكاننا الطبيعي على صداره الدوري. يمكن سموحه النهارده كمان لما اتكلمت مع الجهاز الفني اتكلموا ان المباراه النهارده مهمه بالنسبه لهم في صراع الدخول للمربع الذهبي. يمكن نادي سموحه يفصله عن دخول المربع الذهبي 4 نقاط فقط، يمكن ده الهدف اللي كابتن احمد سامي اتكلم في المحاضره النهارده قبل المباراه مع اللاعبين، قال عاوزين نستغل حاله النشوه والفرح اللي فيها النادي الاهلي، وهو قال ان كان لاعب سابق في النادي الاهلي وعارف ان الاجواء يعني داخل النادي الاهلي مختلفه، والنادي الاهلي عنده دوافع بتتجدد كل مباراه، لكن قال انا كمان حاولت اخلق دوافع للاعبين عشان يخشوا النهارده وادوا اداء كبير امام النادي الاهلي. قال يمكن ما اتكلمتش كمان في التحفيز كتير، اي لعيب بيبقى قدام النادي الاهلي عايز يعني يلعب احسن ويقدم احسن ما عنده. قال يعني اهم مباراه في الموسم بتبقى لاي لاعب مش محتاج فيها تحفيز كتير هي امام النادي الاهلي، ان اللاعبين بينزلوا يلعبوا ويادوا اقصى ما عندهم. قال يمكن اتكلمت مع اللاعبين قلت لهم احنا بنلعب فريق كبير والنادي الاهلي، لكن محتاجين ان احنا نلعب كورتنا المعتاده ما نخافش، ونلعب كورتنا ونهاجم ونعمل مباراه كبيره امام النادي الاهلي. وقال يعني اتمنى التوفيق للنادي الاهلي بالطبع، ان شاء الله النادي الاهلي يقدم مباراه كويسه النهارده. كمان يمكن عايز اكلمك الاجواء هنا داخل الملعب، يمكن درجه الحراره بدات تقل كتير جدا عن النهار، يمكن الجو فيه بعض البروده، كمان في اتجاه شديد للرياح ناحيه المرمى اللي هيبقى على يمين المقصوره الرئيسيه. الاجواء هناك كلها بتقول ان احنا ان شاء الله هنشوف مباراه اكثر من رائعه في اجواء رمضانيه رائعه، وان شاء الله يتوج المجهود بفوز النادي الاهلي والحصول على 3 نقاط في طريق التتويج والمحافظه على اللقب المعتاد للنادي الاهلي لقب الدوري. ان شاء الله كابتن عيد. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال، والكابتن عادل مصطفى. ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم اهلا وسهلا بيك منورنا. يا كابتن ايمن اهلا بيك. كابتن عادل عبد الرحمن اهلا وسهلا بيك منورنا. يا كابتن ايمن كل سنه وانتم طيبين. طيب الصحه والسلام. كابتن احمد بلال اهلا وسهلا بيك منورنا. ربنا يخليك كابتن ايمن ربنا يكرمك. كابتن عادل مصطفى اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك كابتن. اهلا بيك كابتن. كابتن شريف يمكن قلت في الانترو دي زي ما اكون حسيت كده ان انا طلعت فاصل ورجعت على الماتش ده، يعني ما لحقناش، طالعين من معمعه وماتش جامد جدا، يا دوبك اللعيبه اتمرنت يوم وداخله على موقعه صعبه جدا النهارده، ولكن لو تخطيتها ان شاء الله نبقى اول الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش كلام، الكلام انت بتقوله ده طبعا كلام مهم جدا، ثلاث نقاط النهارده يخلوك تعتلي قمه الدوري. انا برضو انا وبلال واللعيبه اللي هي مخضرمه قوي في الحكايه دي، لما بتطلع مباراه كبيره زي المباراه اللي هي بتاعت نادي الزمالك وتبقى عامل جيم كويس قوي، مراجع في الثقه، مراجع في الفرديات، مراجع في معطيات كتير قوي لكل اللعيبه، بيبقى عندنا حاله بعد كده في ال 48 ساعه اللي انت بتقول انا ما لحقتش ثلاثه منفصل لفاصل، ممكن يشوبها اي شيء، ممكن يبقى فيه اداء اقل شويه، ممكن المس باص اللي ما كانش موجود في نادي الزمالك ماتش الزمالك خالص النهارده، ممكن في الارهاق شويه او في الضغط شويه ممكن تلاقيه، انما احنا بنتمنى طبعا ان احنا ما نلاقيش الحاجات دي خالص في مباراه النهارده، ونعمل تكمله بنفس الروح بنفس الاداء بنفس الثقه اللي كل لعيب خدها في نفسه. يعني انا يعني كنت سعيد بكذا لعيب، انا ما كنتش معاك في الاستوديو، انما وانا قاعد بتفرج مبهور، مبهور بعمرو ربيع بربيعه، مبهور بايمن اشرف اخر في اي لحظه ابص الاقيه اذا كان كل المراكز بيلعب فيها، مبهور بمحمد شريف والثقه اللي هو بياخدها وبيأدي بيها وبيصوب بيها وبيعمل نتيجه كبيره قوي للنادي الاهلي ولنفسه، مبهور بقيه يعني مبهور بكل اللعيبه اللي هي بتمسك الكوره وعندها ثقه انها تقدر تعدي وتقدر تعمل هجمه وتقدر تدافع ومفيش اهتزاز، مفيش قلق، مفيش اي حاجه، كل كوم طبعا بتتصدر لعلي لطفي. علي لطفي اللي ادى الامان لبقيه الفرقه. يعني كان احنا كنا بنقول ان علي بقاله كتير ما بيلعبش، عنده تاخرات، عنده حاجات، النهارده شكل الجيم هيبقى عامل ازاي، انما النهارده علي لطفي بقى صمام امن، هو اللي بيدي الطمانينه لكل الناس، رامي ربيعه في الملعب بياخد منه ثقه، بالون بياخد ثقه، كل خط الدفاع النهارده بيلعب ونسيوا ان في حاجه اسمها علي لطفي. ويا سلام كمان انه النهارده بيثبت معطياته الاكثر وبيصد ضرب الجزاء وواقف اكنه بقاله ما شاء الله هو والشناوي ماتش وماتش، يعني ما حسيناش قوي باي حاجه. فاولا كل اللي بتمناه النهارده ان احنا على نفس الوتيره، نفس الشكل، نفس الروح اللي احنا كنا موجودين فيها مباراه الزمالك، بناكد اعتلاء القمه النهارده باذن الله باول ثلاث نقاط ومن اول شوط ان شاء الله. يعني ده زي ما احنا عدينا فتره عدم التاخر دايما في الشوط الاولاني ان احنا ما بنحرقش اهداف، ما بيكونش لينا سبق التهديف، لينا اي وجود، احنا عايزين النهارده تكمله باذن الله لل 90 دقيقه اللي فاتوا تاكيدا لاسم النادي الاهلي والتيشيرت الاحمر ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، يمكن الماتش اللي فات زي ما قال كابتن شريف اللعيبه عملت مجهود كبير جدا جدا خصوصا الشوط الاولاني، الشوط الثاني يمكن مستر موسيماني لعب بطريقه مختلفه، ولكن الاجهاد ده مع عدم فترات الراحه الكافيه مع وجود مصابين وغيابات كتير، هل بيأثر، ممكن يأثر على اداء النادي الاهلي النهارده؟ طب خليني بس يا كابتن اقول لك حاجه مهمه قوي، انك انت عندك 9 مباريات في رمضان. صحيح. صعوبه. صحيح. صعوبه في ايه؟ انت عندك 3 حاجات انت لازم تشتغل عليها، اولا بتشتغل على كورونا الوقايه منها ودي في حد ذاتها ارهاق للاعبين، لانك في بعد وخوف وحاجات كده كتير قوي. الحاجه الثانيه ضغط المباريات اللي انت بتلعبها، كل المفترض الاستشفاء دلوقتي لازم تعملها في حوالي 32 ساعه ليس اكتر، انك ترجع اللعيبه لحته اللي هم يبقوا طبيعيين من جديد. طبيعيين. الحاجه الثالثه والمهمه انك انت ضغط المباريات واللي هي فيها الاصابات اللي احنا بنتكلم عليها لو في ضغط مباريات. اعرج على ماتش الزمالك بكلمتين. ماشي اتفضل. الناس كلها بتتكلم على ان النادي الاهلي كسب الزمالك وهو عنده نقص كتير قوي في اللعيبه. تمام. هذه حقيقه، ولكن عايز اقول لك سمه البطل والفرقه الكبيره ان كل ال 30 لاعب او القايمه كلها لازم تبقى كلها زي بعض، لانك انت دي قيمه النادي الاهلي. الانديه الاخرى ما تقدرش تجيب الا 2 3 5 6 7 لعيبه كويسين، لكن انت تقدر تجيب
عندك لازم يبقى القائمه بتاعتك كلها لعيبه تساوي قيمه النادي الاهلي. عشان كده انا مش خايف من حته ضغط المباريات علينا، التسع مباريات مش خايف عليها، ولكن اللي خايف عليها بس حاجه واحده مهمه قوي، هي الصيام في الوقت الحالي. انت عارف يا كابتن انك انت عضلتك بتتاخد منها، يعني عايز اقول لك سوائل حاجات كتير، في حاجات بقى نتكلم في الاحمال والحاجات دي، لكن اللي انا عايز اقوله لك انك انت لما بتوصل كمان لثالث 10 ايام في رمضان دي بتبقى فيها صعوبه اكتر، لان بتنزل اللياقه البدنيه المفترض بقى عندك بتنزل 30%. واي حد لازم يدرس الامور دي لازم هيشوفها بالشكل ده، 30% ان النادي الاهلي هيخسر منها اللياقه البدنيه ويتعرض للاصابات والاجهادات علشان حته الاكسجين في العضله وحاجات كتير من التغذيه. لكن في الاخر اللي انا عايز اقوله لك ان النادي الاهلي متعود على هذا الشيء، ان النادي الاهلي عنده كم من اللاعبين يقدر يعتمد عليهم. لو موسيماني كبر قاعده اللاعبين وهو بدا يكبرها، وماتش الزمالك ادت رامي ربيعه، ادت علي لطفي حاجه كده، وحته علي لطفي دي مهمه جدا لمحمد الشناوي. يمكن محمد الشناوي افضل جون في مصر، ولكن محتاج ان واحد كمان يشيل معاه، وحتى مصطفى شوبير الثالث بتاعهم يقدر يشيل معاهم، ولكن بكلمك على بقى علي لطفي دلوقتي في اي وقت ممكن عنده ثقته انه ياخد في اي مباراه للنادي الاهلي. فدلوقتي اللي انا عايز اقوله لك انك ان النادي الاهلي النهارده لو اعتلى القمه ان شاء الله، ان شاء الله مش هينزل ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال، يمكن شفنا مع بعض الماتش اللي فات، شوط اول كان هايل، المباراه بصفه عامه مستر موسيماني عارف ياخد منها اللي هو عايزه، اداء رجولي من اللعيبه خصوصا الشوط الثاني. الشوط الاول كنا فنيا احنا اعلى، الشوط الثاني الحمد لله قدرنا نطلع بنفس نتيجه الشوط الاول وكسبنا المباراه. ولكن انا كلاعب كوره ساعات بقلق قوي بعد لما تبقى كسبان ماتش كبير او بطوله من الماتش اللي بعده على طول. دي حقيقه لسه بنتكلم انا وكابتن شريف قبل ما ندخل الاستوديو، يعني المشكله بس بعد الماتشات الكبيره انك يعني بلغه الكره بتريح شويه، تمام؟ خلاص انت كسبان، كسبان الديربي، كسبان نادي الزمالك، خلاص قاب قوسين عدنا انك تعتلي قمه الدوري، وده امر طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، وما عندكش راحه كمان، ما عندكش راحه كمان طبعا احنا هنتكلم عن الضغوط، لان الضغوط كبيره جدا. انت عندك بعد 48 ساعه حقيقيا عندك مباراه انبي، مباراه صعبه جدا، مباراه يوم السبت، النهارده الاربع، عندك خميس جمعه هتلعب سبت، ده يعني بيطلعوا من الملعب يوم الخميس، مش هتلحق يعني المفترض هيطلعوا من هنا على انبي على طول، تمام؟ مفيش وقت يعني للراحه يعني. وكابتن عادل اتكلم فيها، النادي الاهلي عشان بطل فعنده هيقابل مشاكل ويعاني من حاجات كتيره جدا. اولها الضغوط، انت بتلعب في افريقيا، النادي الوحيد اللي اصبح بيلعب بطوله افريقيا في بطوله، يعني نادي الزمالك خرج، النادي الاهلي موجود في بطوله دوري الابطال، عليك ضغوطات كبيره جدا، مطالب انك تحصل على بطوله دوري الابطال، مطالب انك تحصل على بطوله الدوري العام، كل مباراه بالنسبه لك هي مباراه كاس، انت بتقابل كل مباراه بالنسبه لك هي مباراه بطوله بالنسبه للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. انت كسبت نادي الزمالك زي ما انت قلت، وزي ما احنا شفنا المباراه اللي فاتت، الشوط الاول اداء ونتيجه ولياقه بدنيه وكل الحاجات اللي ممكن تتخيلها في الكره النادي الاهلي عملها. الشوط الثاني ابتديت تحافظ شويه، لان انت برضو المخزون اللي عندك يعني لازم يعني تستغله بشكل جيد، لازم توفر شويه من المخزون اللي عندك، اكيد مش هتلعب طول 90 دقيقه ضاغط، مفيش فرقه في العالم بتلعب 90 دقيقه تضغط على الخصم، فوضع طبيعي ان الاداء هيبقى يعني شويه بتضغط وشويه بتريح، شويه بتقابل، شويه بتضغط من قدام، شويه بتقابل من 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 يعني من الخط الخلفي شويه، وده اللي عمله مستر موسيماني، عشان كده احنا اشدنا بيه المباراه اللي فاتت، قلنا ان الشوط الثاني اداره بحكمه. يعني كان ممكن النادي الاهلي يكمل، لكن الاجهاد اللي على النادي الاهلي، اللعيبه المصابه، الغيابات الكتيره اللي عندك، بتضطر احيانا ان المدير الفني ان هو يغير من البلان بتاعه، يغير من الفكر بتاعه، بدل ما يبقى الاداء هجوم وضغط طول المباراه، بيبدا بيجي في وقت من الاوقات انه يريح لعيبه شويه، يقابل من نص ملعبه. عشان كده شفنا الاهلي المباراه اللي فاتت عمل تغييرات كتيره في اماكن كتيره، ابتدى يقابل من نص الملعب عشان ما يديش فرصه، ادى النادي الزمالك الاستحواذ، ولكن دون فاعليه حقيقيه باستثناء يمكن هي الكره اللي حصل منها ركله جزاء، وكان ممكن طبعا يعني لولا التدخل يعني بتاع رامي ربيعه كان ممكن ما يحصلش الكلام ده. لكن عايز اقول ان النهارده مباراه سبوحه ممكن يكون في يمكن قلق سنه صغيره، لان الماتشات الكبيره لما بتخرج منها بتخرج بنشوه، وما يبقاش عندك فتره بعديها انك تريح وتستعيد قواك العقليه مره ثانيه وتستعيد تركيزك، ممكن يبقى فيها بعض المشاكل الصغيره. في دور كبير جدا على مستر موسيماني التعامل مع اللعيبه بشكل جيد، في دور كبير على كابتن سالم عبد الحفيظ ان هو برضه يتعامل مع اللعيبه بشكل جيد عشان يؤهلهم ويعرفهم ان دي مباراه لا تقل اهميه في النقاط عن مباراة الزمالك، وده مهم جدا بالنسبة للعيبة. النادي الأهلي مطالب
النهارده بدخوله في الماتش زي ما عمل في ماتش الزمالك. لو دخلنا النهارده في المباراه زي ما دخلنا في مباراه الزمالك اعتقد الاهلي ممكن يحقق النتيجه جدا من الشوط الاول باذن الله رب العالمين. كابتن عادل اتكلمنا كلنا عن ضغوط، ازاي مستر موسيماني بقى يقدر يتعامل مع الضغوط دي في ظل كمان ان انت ما عندكش اوقات للراحه كافيه؟ هو احنا من ثلاث مباريات، من اول مباراه المريخ وسيمبا، اتكلمنا في ان لازم الدوافع تتغير عند بعض اللعيبه او جوه الفرقه، لازم يبقى في دوافع كويس. والدوافع دي حصلت بطريقه مباشره في مع بعض اللعيبه وطريقه غير مباشره في اماكن تانية زي رامي وزي بيكهام والنهارده اكرم طاهر شحات. فانت بقى ففي دماء جديده دخلت الفريق، وده ما قللش من الناس اللي كانت موجوده. الناس اللي كانت موجوده اخذت كام مباراه كتيره، كان عندها ضغوط كتيره، كان عندها خرجت من افريقيا، راحت كاس عالم انديه، مباريات الدوري، مباريات افريقيا، فكان في توالي في المباريات، وكان في ضغوط كتير على اللعيبه، ضغوط بدنيه وضغوط نفسيه. الضغوط البدنيه اتغيرت بطريقه معقوله، ان في النهارده بتتكلم في الفرقه دخل خمس عناصر جداد، بتتكلم الماتش المباراه اللي فاتت دخل علي لطفي، بيكهام، رامي ربيعه، طاهر، حسين الشحات، شريف برده ما كانش بياخد ال 90 دقيقه في كل المباريات. فبالتالي انت دخلت دماء جديده في الفريق ودخلت بمكسب وعملت مكسب كمان. فدي حاجه انا كنت في المباراه اللي فاتت ان دي هتفرق مع النادي الاهلي في التسع ماتشات الجايين، لان اتعملت روتيشن طبيعي وانت كسبان، وكمان رجع لك الدكه بتاعتك او الناس البدلاء اللي هم اساسا كانوا اساسيين، يعني هم كانوا اساسيين. يعني بتتكلم وليد سليمان لعيب اساسي، كهربا لعيب اساسي، مروان، ناصر، اللعيبه كلها اللي موجوده على دكه البدلاء النهارده كانت كلها وبواليا كلهم كانوا موجودين. فبالتالي بقى في روتيشن طبيعي، تدوير طبيعي للعيبه ينفعك الفتره الجايه ان شاء الله. ده مهم جدا للي جاي. اللي فات احنا اتكلمنا مباراه المريخ وسيمبا خلاص خلصناه، وكان عندنا نفس التخوف ده، ونتمنى ما يبقاش في اصابات جديده كمان ان شاء الله. مش هيبقى في اصابات، خد بالك توالي المباريات في سلاح ذو حدين. لما تكون بتكسب بتعمل معاك فرق كبير جدا، لو كل ثلاث مرات كل ثلاث ايام مباراه المكسب بيجيب مكسب في الكوره كده، المكسب بتلاقيه نفسيا بيجيب مكسب. الخساره الفرق اللي بتقع ماتشين ورا بعض في التسع ماتشات دول بتلاقيها شويه بعيدة عن المنافسه. صحيح. النادي الاهلي عنده فرصه كبيره، وانا شايف ان النهارده انا بصراحه النهارده انا متفق ان بعد المباريات الكبيره في تخوف شويه من الاداء، ان اللعيبه شويه نفسيا بتقل، لكن النهارده الامور مختلفه، لان اللعيبه ما قبل مباراه الزمالك ما كانش في التوب فورم بتاعها. نفسي وبدني. دلوقتي وبعد مباراه الزمالك اعتقد هيبقى في دفعه للي جاي. صحيح. ومش هيبقى مش اللعيبه مش هتلحق مستواها يقل، لا بالعكس، كل ثلاث ايام مباراه دول المباراه دي هتلاقي اللعيبه بدات تدخل بشكل جيد جدا. الروتيشن بقى لازم نشوف الاماكن اللي هي اللي فيها صعوبات عندنا شويه، زي ديانج والسوليه، الناس دي برده لازم تبدا تريحهم جوه المباريات بشكل جيد. ولكن بقيه الفرقه في عنصر، بقيه عناصر الفرقه لا، في دماء جديده دخلت أدوا بشكل كويس. الناس اللي نزلت كمان مع ان هي ما عملتش دور هجومي كبير، ولكن ان هي ادت المباراه بشكل جيد، خرجوا من المباراه بالشكل اللي احنا كنا عايزينه كلنا، المكسب واداء جيد. فانا شايف ان الفتره الجايه فتره مهمه جدا للنادي الاهلي، فيها اكتمال للعناصر مع كمان دخول العناصر الثانيه معاك. اعتقد التسع مباريات اللي في رمضان ممكن نحصد فيهم نقاط جيده جدا، ويبقى فيه كمان اداء احسن باذن الله، لان توالي المباريات بيعمل استقرار جيد للفريق ان شاء الله رب العالمين. هنطلع لفاصل ونرجع نتكلم مع نجومنا على تشكيل الفرقتين وطريقه لعبهم، ارجوكم انتظرونا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. هنقول سريعا تشكيل نادي سموحه: الهاني سليمان لحراسه المرمى، ناحيه اليمين اطهر الطاهر، ناحيه الشمال محمد ترهوني، الاثنين اللي في القلب محمود البدري ورجب نبيل، اثنين خط وسط دفاعي محمد حليم ومحمد كناريا،
قدامهم ثلاثي وسط هجومي عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي على الاطراف، واحمد حمدي عبد القادر في القلب، وقدام مهاجم وحيد حسام حسن. لو بصينا على تشكيل النادي الاهلي يا كابتن شريف، هيلعب نفس الاسلوب 4-2-3-1، ولكن هل هيبتدي نفس البدايه اللي لعب بيها مباراه الزمالك؟ والله هقول لك على حاجه، انا وانا بتفرج على ماتش الزمالك حسيت ان الاوردر الفني بتاع المدير الفني انزلوا استمتعوا، انزلوا اعملوا الكره اللي عندكم، اداهم ثقه كبيره جدا في كل لعيب، كنت تحس ان هو اوفر كونفيدنت، يعني عنده ثقه عاليه جدا في نفسه وفي ادائه. فنفس الاسلوب اللي انت بتقول بقى 48 ساعه، نفس الحوار، نفس التفكير، نفس الشكل. انت معنى مبارياتك انك انت بتكسب نادي الزمالك، اللي هو ايه؟ ان انت النهارده مستني المباراه بتاعت النهارده دي اللي هي هتخليك على تعتلي القمه، تعتلي القمه. فالمفهوم ده موجود عند اللعيبه كلها. صحيح. المفهوم ده موجود عند المدير الفني وهو ده اللي بيطلبه. ومعانا على الشاشه الارقام بتوع الفرقتين كمان. مظبوط. اتفضل. فانا النهارده كمدير فني وكلاعبين احنا عندنا هدف واحد، ان احنا نعتلي القمه. صح. ونبتدي بقى في حاله الاستمرار، ان احنا ما ننزلش عن الشكل ده. وانا اللي سعيد بيه حاله الثقه اللي بقت موجوده في كل لاعب. صحيح. انت امتلكت ايجابيات كتيره جدا ايمن، التصويبات، انا اول مره اشوف سوليه بيلعب في نص الملعب بهذا الانسيابيه، ديانج مسخر نفسه لقطع اي كوره تعمل اي خطوره على فرقه النادي الاهلي، كل واحد عارف امكانياته شكلها ايه، بس الكوره اللي هو بيعرفها، الكوره اللي هي عنده، الفرديات العاليه في الملعب. أي. مش مطلوب منك ايمن النهارده غير ان احنا بنعمل كماله لل 90 دقيقه اللي فاتت بتاعه مباراه الزمالك. صحيح. كابتن عادل، فرقه سموحه بيطلق عليها لقب ملك التعادلات. يمكن بقى لنا 3 سنين داخلين اهو في السنه الثالثه، فرقه سموحه ارقامها غريبه جدا ومحيره. يعني مثلا هو تاني اقوى خط هجوم مع نادي الزمالك بعد النادي الاهلي 24 هدف. عنده تاني هدافي الدوري العام حسام حسن 8 اهداف. خسر مره واحده بس، وده اقل الفرق تعرضا للخساره. سيبك من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ما تعرضش لحاجه اصلا. فهو خسر مباراه واحده. جايب 24 هدف، قلنا اقوى خط، تاني اقوى خط هجوم، ولكن هو في المركز الثامن. لو بصينا على الارقام دي مع ادائه، مع غريبه جدا كمان المدربين اللي جم عليه في خلال سنتين جابوا علي ماهر شالوا علي ماهر، جابوا طارق يحيى شالوا طارق يحيى، جابوا عادل عبد الرحمن سعادتك شالوا عادل عبد الرحمن، جابوا حسام حسن شالوا حسام حسن، جابوا حماده صدقي شالوا حماده صدقي، جابوا احمد سامي. ولو بصيت على كله بيتشال نتيجه التعادلات. تمام. يعني اللي انا فاكره مثلا حماده صدقي قعد لعب 11 ماتش، ماتشين مكسب وماتشين خساره وسبع تعادلات. دلوقتي احمد سامي 12 تعادل وخساره وحيده واربع فوز. انت فكرتني شالوا ارض وحطوا شاهين. ما هي كده يعني. بص، عايز اقول لك حاجه. نادي سموحه نادي من الانديه اللي فيها استقرار مادي عالي قوي، امكانيات كبيره جدا. هي بس العيب الوحيد اللي فيه التسرع في شيل المدربين. يمكن لو في كان استقرار في المدربين كانت النتائج تبقى افضل من كده. ولكن في الاخر اللي انا عايز اقوله لك ان هو القرارات دي بتاعه التعادلات والحاجات دي مهمه جدا. تعرف نوعيه لعيبه سموحه. لعيبه سموحه من اللعيبه اللي هي جايه من كل انديه مصر. يعني لما بيبان لعيب كويس ممكن بياخده. المهندس فرج عامر بيعرف يجيب اللعيبه لما يقول له المدرب عليه. يمكن الفتره بتاعتي البسيطه اللي قعدتها في سموحه انا جبت 3 لعيبه لسه الى الان ليهم وضع كويس، زي ابو الفتوح في الزمالك خدته لسموحه، وبعدين راح المنتخب مع كريم يحيى اللي راح الاتحاد، وبعدين محمد عبد المنعم اللي هو موجود دلوقتي في الفرقه. فاللي انا عايز اقوله لك ان فرقه سموحه فرقه من الفرق الصعبه جدا، ولكن ما بتعرفش تجيب جون سهل، رغم ان هي عندها عدد اجوان كتير، لكن لما بتجيب جون ما بتعرفش تدافع. صح. لما تدافع ما تحافظش. عشان كده التعادلات عنده كتيره جدا. طب هيلعب ازاي النهارده كابتن؟ هو المفترض انه بيلعب 4-2-3-1 احمد سامي، ولكن النهارده هيلعب 4-1-4-1. واقول لك ليه ومعطياته في ايه؟ ان عنده الحته بتاعه النادي الاهلي، وشاف النادي الاهلي في استقرار فني في مباراه الزمالك وفي نشوه في مباراه الزمالك، فهينزل
في البدايه على فكره هينزل يهاجم النادي الاهلي او يضغط على النادي الاهلي علشان عكس طريقه الزمالك في بدايه الزمالك انت فاهمني، ولو عمل كده تبقى مصلحه كويسه للنادي الاهلي ان هو لو فتح المباراه من البدايه النادي الاهلي بامكانياته ممكن يعمل اهداف اكتر ويكسب كويس باذن الله. كابتن احمد بلال، سيناريو سريع للشوط الاول من الفريقين. المفترض النادي الاهلي يمكن هو بيلعب على الفوز، بدايه المباراه من وجهه نظري المفروض تبقى نفس بدايه مباراه نادي الزمالك، انك بتضغط على فرقه سموحه، بتحاول انت تربهم دايما، انت في اي مباراه من المباريات لما بتحس المباراه الفرقه اللي قدامك كبيره لازم في البدايه تضغط عليه، لازم تحسسه ان انت جاي عشان تكسب المباراه، لازم تحطه تحت ضغط. هو ده المفترض النادي الاهلي يعمله في الشوط الاول، هو ده المتوقع من النادي الاهلي انه يعمله في الشوط الاول. عشان تستريح الشوط الثاني لازم تبتدي بالشكل ده، لازم تجبر فرقه سموحه ان هي تدافع طول الشوط الاول. اكيد ممكن يبقى السيناريو مختلف زي ما قال كابتن عادل ان سموحه ممكن ينزل يهاجم، لكن انا بتوقع ان النادي الاهلي ممكن يعمل كده، مستر موسيماني يعمل كده. النتائج اللي حققناها مع الضغط في بدايه المباراه نتائج كلها ايجابيه بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. مطلوب منك ان انت لما تتاح او تتاح لك فرصه للتهديف انك تسجل اهداف. النهارده التوفيق مطلوب بالنسبه لفرقه النادي الاهلي عشان تقدر كمان تستريح، عشان يقدر يعمل تغييرات بدري، عشان عندك مباراه كمان يوم السبت اللي جاي بعد 48 ساعه. فالنهارده مطلوب ان انت يعني تقتل المباراه من بدايتها. لو اتيحت لك فرصه ان تسجل هدف والتاني لازم تسجل هدف والتاني باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول. لا، مباراه الاستحواذ للاهلي. فرقه سموحه فريق كاونتر اتاك اصلا، بيقف نص الملعب وبيلعبوا على الهجمات المرتده لحسام حسن وعبد الكريم وعبد الكبير الوادي او رفيق كابو لو موجود الشوط الثاني. هم فرقه كاونتر اتاك بيطلعوا على مصطفى فتحي، بعد كده بيلعبوا على حسام حسن وبيلعبوا على الناس اللي موجوده. يعني مش هيضغطوا من بدايه المباراه. لا مش هيضغطوا، هم اصلا فرقه كاونتر اتاك، ودي خطوره المباراه النهارده. الاهلي هيبقى معاه استحواذ مهم جدا. النادي الاهلي يلعب على الاطراف كتير، ان اللعب من القلب، هم بيتمركزوا في القلب جيد، هم عندهم بيتمركزوا في القلب جيد. بمناسبه الكاونتر اتاك، الهجمه المرتده السريعه هم بيعملوها بدايه من هاني سليمان. بالظبط، هم مميزين جدا. اي كوره بياخدوها اذا كان كوره منظمه، يعني اذا كان هجمه حد بياخدها بيحطها على طول هاني سليمان او تشتيته، بيبقى على طول بيشتغل على الكره الثانيه وبيلعبوا كاونتر اتاك عليها على طول. صحيح. دي حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي كده هيبقى معاه الاستحواذ، المهم يبقى انهاء الهجمات بشكل جيد. مهم جدا النهارده انهاء الهجمه بشكل جيد، ما تديش فرصه لفريق سموحه انه يسيطر على الكره ويعمل معاك عليك هجمه مرتده. باذن الله رب العالمين، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، يمكن شفنا سيطره واستحواذ وتقريبا النادي الاهلي متسيد الشوط الاول، ولكن النتيجه غير منطقيه. يعني الحمد لله النتيجه 1-1، مباراه مفتوحه من جانبين الحقيقه. اي نعم الاهلي هو المسيطر وكل حاجه، وبنوصل كتير. فرقت معاك كره قفشه في اول مباراه كتير جدا، انك انت تبقى في اول 7 دقائق متحفز، عندك سبق في التهديف بالاداء اللي انت شايفه ده، بفتح الاجنبي السهل جدا من ناحيه فريق سموحه. انت بتقدر تروح على المرمى في اي وقت انت عايزه، اذا كان عن طريق باص او عن طريق الاطراف او في اي حاجه. كل اللي كان مطلوب منك انك انت ما تبقاش بتبحث عن التعادل، لا انت كنت بتبحث عن الهدف الثاني. ففرقت معاك كره قفشه. لعيبه ما زالت في وسط الملعب عندها برضو الثقه، عندها التفكير شويه. انا برضو انا يعني شايف فرقه سموحه مدياك فرصه كبيره قوي انك انت تقدر تبقى عند الجون كل كوره. صحيح. مش هقولك كل 5 دقائق، لا كل كوره، كل هجمه تقدر. فانا اعتقد انا بفكر كده مع نفسي، لو حصل تغيير مثلا اكرم توفيق خرج ونزل حسين الشحات رجع لورا وينزل كهربا مثلا او اي حد من المهاجمين بتوعنا اللي بيلعبوا على الاطراف وبيخشوا جنب محمد شريف، هنزود الناس اللي هي تبقى موجوده في منطقه الجزاء. وده شكل مش هيعير اي يعني مش هيغير اي حاجه، لان اللعيبه دي كلها متعوده على نفس التدوير ده. ولو جرى اي حاجه ايمن احنا بنرجع للحاجات دي، بنستغل الحاجات دي وحصلت قبل كده. كابتن عادل، تقييم سريع للشوط الاول. يعني النادي الاهلي اضاع فرص كتير قوي، ودي مشكله عاوزين وصل كتير لجوه. يعني اضاع فرص كتير قوي. يعني انت لو كنت جبت فرصة ولا 2 ولا 3 كمان من الفرص اللي ضاعت دي، كان فرقة سموحة لعبت بالبلان التاني، وكان ممكن يبقى الماتش يبقى مفتوح ليك أكتر من كده. لكن أفتكر إن حتة تضييع الأهداف دي يعني ظاهرة غير صحية بالنسبة
لفرقه النادي الاهلي في الفتره دي، لانك انت محتاج يمكن من افضل الحاجات اللي حصلت في ماتش الزمالك انك انت من اول فرصه احرزت والفرصه اللي بعدها احرزت هدف. فالمشكله دلوقتي في تضييع الاهداف النادي الاهلي، ممكن الشوط الثاني يعني مش عاوز يقول ان احنا نندم عليها ان شاء الله، لا احنا نجيب اهداف اخرى وهنكسب المباراه ان شاء الله. لكن بقول لك انت لو الفرصه الاولانيه والثانيه والثالثه احرزتها، اي فرقه هتلعب بشكل اخر، هتفتح لك الملعب وتشتغل معاك الشغل العادي. لكن هتبص تلاقي في دفاع منطقه من سموحه، والنادي الاهلي لازم يضغط ويضغط، ولكن اول دقائق لازم يحرز اهداف ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال، يمكن اداء النادي الاهلي الشوط الاول يعتبر امتداد لماتش الزمالك، ولكن البدايه في التهديف كانت من سموحه. يعني الاهلي يتباغت بهدف طبعا عكس سير اللقاء تماما. يعني صحيح. انت في الاول عندك فرصتين، فرصه محققه من بتاعه مجدي قفشه، كان طبيعي ان هي تسجل هدف زي ما قال الكابتن عادل. مشكله النادي الاهلي هي استغلال الفرص، يعني الفرق الكبيره وخاصه لما تكون انت داخل على مباريات يعني متواليه ورا بعضها، طبيعي لازم تخلص المباريات بدري. صحيح. ما تستناش انك تخش عشان تبذل مجهود ثاني الشوط الثاني، مجهود اكتر عشان تكسب الثلاث نقاط، لابد انك تقتل المباراه. انا بشوف النهارده النادي الاهلي بعد ما سجل هدف كان لازم يتعامل على في المباراه كانه ماتش بوكس، لازم تخلص على الخصم اللي قدامك، وتيحت لك اكتر من فرصه للتسجيل، لازم تسجل. طاهر محمد طاهر انا بتمنى ان هو ريسكي اكتر من كده شويه، يلعب على الجول اكتر، يلعب لنفسه شويه. في جزء مهم جدا من اللعيبه الهجوميه من افكارهم لازم يتحول لشيء من الانانيه شويه يا كابتن، لازم تبقى اناني شويه عشان تقدر تسجل اهداف. انت لو ما بقتش اناني مش هتقدر تسجل اهداف لانك مش هتلعب على الجول. كل هو بيلعب مع زمايله بشكل كويس، بيلعب بيباصي السهل اللي قدامه، بيحاول ما يغلطش. لكن الاهم من كده، وانا راس حربة او انا بلعب في اللاين بتاع الفورورد لازم العب على الجول اكتر من كده بكتير. حسين الشحات سجل هدف رائع جدا، مطالب الاهلي الشوط الثاني انه الباكين كمان يتحرروا اكتر من كده، سواء اذا كان اكرم توفيق لو كمل الشوط الثاني مع ايمن اشرف، لان انت قدام فرقه مهزوزه دفاعيا. لازم تقتل المباراه الشوط الثاني، مضطر انك تنزل ضاغط من بدايه الشوط الثاني اكتر من كده، وتستغل الفرص اكتر بشكل اكبر من كده، التصويب على المرمى لازم يكون اكتر من كده عشان تقدر تسجل الشوط الثاني بدري، عشان تقدر تستريح، عشان كمان مستر موسيماني يقدر يعمل تغييرات بدري شويه. صحيح. كابتن عادل، اداء النادي الاهلي الشوط الاولاني، وايه الاوراق اللي ممكن يستغلها مستر موسيماني الشوط الثاني؟ اداء جيد، ولكن برضو لازم ناخد بالنا جدا من الهجمات المرتده لفرقه سموحه. ان فرقه سموحه بتطبقها كويس، فرقه سموحه بتلعب جيم يعني بالنسبه لي غريب شويه مع النادي الاهلي، بيلعبوا جيم مفتوح، بيلعبوا في 60 متر، وده مدي مساحه كتير جدا في نص الملعب. صحيح. واحنا عندنا مشكله في نص الملعب، عندنا بطء في خروج الكوره من نص الملعب للاطراف او لعيبه نص الملعب الزياده. طول الوقت بندور الكوره في لعيب زياده في نص الملعب، بس احنا مش شايفينه. يعني احنا خلقنا فرص في الشوط الاول، في الشوط الاول ممكن تلاقي 8 او 9 فرص، لو انت باصص كويس ومحضر كويس في نص الملعب الفرص دي هتتضاعف. صح. وهتبقى فيها سهوله شويه لان انت بقى عندك لعيب حر في نص الملعب. مزبوط. وجود السوليه وديانج محرر شويه، ايمن واكرم، ولكن ممكن يبقى التحرر ده ازيد كمان شويه. انا عندي شايف ان لو المباراه بتمشي بالشكل ده، لو في تغييره ممكن وجود قفشه في الاثنين نص ملعب ووجود وليد سليمان في الملعب، الكره هتطلع اسرع من لعيبه نص ملعب الارتكاز للعيبه للخط لللاين اللي قدامهم. الباصات البينيه اللي بين الخطوط قليله، هو احنا وصلنا بس الباصات قليله، فيها حاجه في لعيبه مش متشافه كويس. يعني وليد سليمان ينزل، انا شايف مش ناصر ماهر. لا لا، انا شايف وليد لو المباراه مشيت بالشكل ده مش التعادل 1-1. أيوه. انا شايف ان ممكن يبقى خروج للسوليه وقفشه يلعب 8 وليد سليمان يبقى موجود، اعتقد هيبقى فيه فرص اكتر لان الكره هتطلع سليمه اكتر من قفشه. باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز في الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا. الاهلي يفقد 3 نقاط غاليه بالخساره امام سموحه 2-1. كاب شريف، كان احنا كان عندنا قلق قبل الماتش من ضغط المباريات، قلنا بعد مباريات بتعمل فيها نتيجه كويسه او بطوله بتاخدها في احيانا نوع من انواع الاسترخاء والهدوء، ولكن النتيجه حتى عكس سر المباراه. واحنا كان عندنا قلق وتخوفنا من المباراه تبقى بهذا الشكل، يعني او يحصل نتيجه زي دي بعد مباراه الزمالك. انما هي مباراه غريبه جدا، يعني انت مستحوذ على كل اطراف الملعب، مستحوذ على كل الفرص اللي موجوده في الملعب، فرقه مسلمه لك الجيم
بتقول لك خلص الماتش في اي وقت، عدم توفيق للعيبه كلها في الملعب في التحركات في التصرف، الاحساس اللي انت بتقول عليه ان انا هكسب في اي وقت ده، اللي هو البطء في التفكير في تنفيذ في انهاء الهجمه، مسؤوليه كبيره قوي الحقيقه برضو على الشكل الفني. الشكل الفني كان عنده ابسط الحلول جدا من اول ما راى المباراه بهذا الشكل في الشوط الاولاني، نعمل تغييرات بسيطه جدا، واحنا نوهنا عنها ان انت تلعب باكبر زياده عدديه بالنسبه لك من غير ما تخسر تغييرات كبيره في الملعب. يعني كان في لعيبه ممكن تبقى موجوده في الملعب زي ما هي، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، للاستغناء مثلا عن اكرم توفيق قلنا، وعندك حسين الشحات ده بيقدر يلعب، تقدر تلعب 3 4 3 مع فرقه زي سموحه النهارده، وتقدر تعمل ضغط عليهم وما تدهمش اي مساحات ان هم موجودين. علامات كانت موجوده في اول الشوط واحنا نوهنا عنها، الكره اللي ضيعها قفشه بمنتهى الغرابه، بيحط كره يقدر يوقفها ويقدر يرقص الجول ويقدر يجيب جول. كان اليوم باين من الاول يا ايمن ان هو مش هيدي لك السيناريو اللي بتحلم بيه، ان هو المكسب السهل. تحمل دفاع سموحه الحقيقه دايما انه يخرج الكوره، لعبوا على زي ما انتوا قلتوا كلكم اتفضلتوا قلتوا انه دول من احسن الناس اللي بتعمل كونتر اتاك او من ملوك التعادلات او ما بيتمنوش من اي مباراه شكل الفوز. انما احنا لعبتنا كلها الحقيقه النهارده زي ما يكون عندها احساس في انهاء الهجمه ناقص. شخصيه اللعيبه اللي انا اتفرجت عليها في المباراه اللي فاتت مش موجوده النهارده، تحس ان هم قلقانين، تحس ان هم كشين، تحس ان التحركات كمان اللعيب عايز الكره زي ما هو عايز، مش الجري اللي بيخلي لك الكره هي اللي بتجري، فبتبقى فيه الفرص متاحه، راحت خرجت من كهربا تروح لمحمد شريف، تروح لاي حد يروح يجيب جول. التركيز، التهديف، الشكل الاجريسيف اللي انا بقولك عليه اللي هو تقدر تخلص مباراه تبقى انت صاحب السطو في الملعب. انما هي دي الكوره يعني، عشان الناس تفهم واللعيبه تفهم. ناس كتير هتتكلم دولك كان محمد الشناوي ما كانش المفروض يلعب الماتش ده، كان المفروض يبقى علي لطفي بيكمل عشان ياخد الثقه وحاجات من كده. هتلاقي اقاويل كتير طلعت النهارده. المباراه تستحمل بقى كل ده، لان الشكل كمان اللي انت خسرت بيه المباراه دراماتيكي يعني، مش ما ينفعش. احنا قاعدين كلنا بنقول خساره ان يكون في نقطه نقطتين يروحوا في هذا الماتش، لا ده راح 3 نقاط، لازم يبقى درس قاسي جدا علينا وعلى اللعيبه وعلى كل الدنيا. اللعيبه لازم تفكر ان الكوره هي دي كده، ان مش الاستحواذ بس هو اللي يبقى انت موجود في الملعب، لا استحواذ بتنفيذ. أيوة. استحواذ انت بقى حاسس حتى انك انت لاعب مش قادر النهارده في المحاضره بتاعه الكوتش تقول يا جماعه انا اوت اوف فورم النهارده، انا يعني ما حدش يستخدمني النهارده، انا لان شفت لعيبه بتنزل تغييرات لعيبه واقفه في الملعب، يعني ناصر ماهر ما بيديش المجهود اللي انا شايفه مساحه واحد راجع مستريح يعني يقدر يحول لك يبقى بلاي ميكر تاني. بلال قال لي قفشه يبقى نمره 9 أو 10 يبقى موجود جوه يقدر يعوضنا في الحتت دي. ما شفناش حاجه مبتكره من اللعيبه كلها تقدر تترجم لنا في اي وقت، اللي هو التهديف، التصويب، اللي كل ده. حتى تحس ان في التصويبه اللعيب مش مقتنع وهو بيصوب، اللعيب ما بيشوفش اللعيب جنبه في الكور اللي جت. حسين الشحات جاته 3-4 كور النهارده في الشوط الثاني، يقدر بباص صغير قوي جوه 18 يديه لوليد، يديه لقفشه، يديه لاي حد يترجم لك المباراه. ودايما ادام انت سمحت لاي فرقه بتبقى موجوده معاك في الجيم متاح ليك بقى تتعادل، تنال اول هزيمه ليك من ده، انما قدر الله ما شاء فعل، ويا رب يكون درس نستفيد منه كلنا باذن الله. كابتن عادل، يمكن النادي الاهلي ظهر في الشوط الاول بشكل مختلف عن الشوط الثاني، افضل فنيا، اكثر وصولا للجول. احنا ما شفناش يمكن سموحه غير مرتين ثلاثة على جول الشناوي، ولكن في النهاية فالسموحة. هل ده اللي احنا شفناه الشوط الثاني نتيجة إجهاد لعيبة النادي الأهلي، نتيجة ضغط المباريات الفترة اللي فاتت؟ طيب كابتن، الشوط الأولاني اتكلمنا بعد ما خلص واتكلمنا وقلنا إن النادي الأهلي ممكن يندم على الفرص الكتيرة، ويمكن أنا قلتها لك بين الشوطين. أيوة. ليه؟ أي فرقة بتلعب فرقة النادي الأهلي اول هدف عندها التعادل، صح؟ بيعمل ايه؟ بيعمل زون ديفنس، بيقف ورا عشان يلعبك على الهجمه المرتده، متفقين على كده. اول ما بيدخل في جون والتاني عاوز ينتقل لمرحله اخرى من اللعب، ف
فعاوز يعتمد على نفسه في هجماته فيفتح لك الملعب فممكن تكسب 3 4 5. فاحنا قلنا في البدايه انك انت لو فتحت بلغه الكوره الفرقه بجون واثنين وثلاثه وانت كنت قادر وضيعت فرص كتير جدا قدام المرمى. دي واحد. اثنين، والمهم مش لازم نبقى خفاف يعني بلغه الكوره، يعني اكيد في فرق ممكن تتغلب المباراه، يمكن الـ يمكن الـ 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 المباراه دي تصحيك لانك عندك اخطاء. يعني خلينا نتكلم، انت بقى عندك حته ثقه من مباراه الزمالك انك انت هتكسب في اي وقت. طيب ليه؟ طب ما انت العب يعني على الهدف الثاني اللي احنا دخل فينا، انت كان في ايدك بوم وبتحارب انك انت تجيب جون، فانت لما تقف، انا بتكلم على اللعيبه كلها، لازم اعمل حساب ان يبقى في هجمه مرتده. هي الفرق الكبيره كده، يعني العب بالصح وبعدين تيجي الهدف بتاعنا، يجي ما يجيش الهدف تبقى انت شغال بالاصح. انا عايز اقول لك حاجه في الحته دي. إيه، هو كان عامل حسابه ان ممكن يبقى في هجمه مرتده، ولكن لو بصينا على الجول الثاني بتاع سموحه، وكان في اثنين واقفين تمام، ولكن الاثنين باعوا نفسهم تمام بكل سهوله تمام. احنا بنتكلم الهدف بيجي ازاي. الهدف بيجي لمهاره فرود، يا خطا دفاع يشوط الكوره ويرقص عشان مهارته عاليه قوي ويجيب جون. لا، خطا مني انا كدفاع. الهدف ده خطا ثلاثي، واقدر اقول لك رباعي كمان في بدايته. اول واحده من عند الشناوي لما لعب الكره كان لازم يرجع جوله جاري ويقف في جوله كان الهجمه جديده. ليه؟ علشان ممكن لعيب زي بنون او كان السوليه يقلش الكره ويروح حسام حسن، انفراد كان لسه في وقت ان هو يروح يجيب. تمام؟ صح. الغلطه الثانيه اكرم، ما ينفعش ابيع نفسي في حته زي كده، حجز وقف واديله ظهره وما اعملش الريسك ان انا اقطع، عاوز اقطع. اثنين ثلاثة، السولية بعديه شاف ان عدى من اكرم، بلاش الاندفاع، اقف، لو وقفت هيجي لي ممكن في الاخر. اللي انا عاوز اقوله لك، بدل ما انت كنت بتسعى على انك تجيب هدف او دخل فيك هدف، بس دخل فيك هدف في وقت انت مش عارف تعوضه. فالمهم يا كابتن ان انت لازم تصحى في حته تضييع الاهداف، مهمه للغايه. ليه؟ بالذات انت كنادي اهلي، نادي الاهلي مهم جدا عنده الشوط الاولاني. نادي الاهلي كان بيلعب الزمالك، لما احرز هدف واحرز الهدف الثاني بسرعه، ايه اللي حصل؟ الزمالك غير لعبه وبدا يعني يتفتح، وممكن كنت جبت جون واثنين وثلاثه. فرقه سموحه طول ما هي متعادله روح هتعلى، اي فرقه كده بتلعب الاهلي طول ما هي متعادله معاك روح هتعلى اكتر منك، وانت هتقل روح شويه، ولكن في الاخر ايه اللي هيحصل؟ ان ممكن يحصل فيك حاجه زي كده. ولكن انتهى المباراه من وجهه نظري درس لازم يتعلموه اللعيبه، لازم يعرفوا ان الثانيه في المباراه التركيز لازم يبقى لغايه اما الحكم يصفر، لاني انا حسيت ان في اخر كره ما فيش تركيز، تركيزك على انك تجيب جون بس، في حاجه اسمها ان ممكن يدخل فيك جون، في حاجه اسمها ان ممكن يضيع منك الثلاثه بم. درس كبير ما يحصل، لا يصح انه يحصل في النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي. يعني دي لازم لها وقفه كبيره قوي. يعني النهارده الدرس اللي لازم نستخلصه من المباراه، رقم واحد تضييع الاهداف، لازم اللعيبه تعرف ان الكره غاليه، الفرصه غاليه، لازم تجيب جون، مش هتيجي كتير. احيانا سموحه النهارده ما راحتش الا بكورتين، الاولانيه والثانيه نص روح، يعني هي مش مهاره، يعني هي مش مهارة، لكن في الآخر إيه اللي يحصل؟ أنت كلاعيبة نادي أهلي لازم المجموعة اللي بتشتغل على إنك تجيب جون تجيب، والمجموعة لأنها تمنع جون لغاية الآخر تمنع جون. كرة القدم مكسب وخسارة، اللي بيدافع كويس ممكن ما يخسرش، واللي بيهاجم كويس هو اللي عارف يكسب. إحنا النهاردة بالأمانة أكتر من 10 فرص لفرقة النادي الأهلي المفترض إن نستثمر منهم 2 3 4، أنت ضيعت كتير قوي، ولما جيت تضيع كمان ضيعت التلاتة بوند. بإيه اللي حصل؟ بإنك استهترت بآخر دقيقتين في المباراة، وآخر دقيقتين استهترك المباراة
استخلاك انك انت يروح منك الثلاثة بونت، لازم اللعيبة تصحى. لما لعبوا ماتش الزمالك قلنا برافو عليهم وكسبوا وكسروا الدنيا، لما اتغلبوا من سموحة لازم يصحوا ويرجعوا تاني لانهم كانوا ابطال من 3-4 ايام فقط، وعندهم لسه مباريات كتير ولسه يبقى في ضغط كتير قوي عليهم. كابتن بلال، نتيجة عكس المباراة، ويمكن حتى احنا يمكن قبل جول سموحة بدقيقتين او دقيقة بنقول يعني خسارة النقطتين دول يضيعوا. صحيح مظبوط، يمكن انا بشوف ان ده كان ماتش من اسهل ماتشات اللي لعبها النادي الاهلي. احيانا الافراط في انك تسجل اهداف والافراط في تضييع الفرص بيديك نتيجه عكسيه، وده اللي حصل مع النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي عليه الضغط مش سموح، انت اللي عايز تكسب. كل ما بيمر الوقت وانت بتضيع اهداف كل ما الضغوطات عليك انت، كل ما بتفتح خطوطك اكتر عشان تسجل اهداف. عشان يبقى عندك زياده عدديه، ده اللي حصل الشوط الثاني مع النادي الاهلي. تاخير الاهداف، تضييع الفرص السهله بالنسبه اللي اتيحت للعيبه لعيبه النادي الاهلي النهارده، هو اللي خلاك تبقى موجود تحت ضغط، هو اللي خلاك يبقى عندك زياده عدديه يعني بشكل كبير جدا في نص ملعب سموحه، هو ده اللي خلى النادي الاهلي يستقبل هدف. استقبال الهدف من وجهه نظري هو يعني في جزء من عدم المسؤوليه، جزء من عدم المسؤوليه من اكرم توفيق ومن عمرو السوليه. انت في كوره في الدقيقه 94 95، طبيعي انك انت ما ينفعش الفيرود يعدي منك بالشكل ده، لازم على الاقل فاول. لو ما خدتش الكوره يبقى تعمل فاول. عمرو السوليه برده ما ينفعش تضحي، تمام، ما ينفعش تتهور وتخش بالطريقه دي. محمد الشناوي برده كان لازم يقف في الجول، يعني في مسؤوليه مشتركه من الثلاث لعيبه من وجهه نظر يعني. فدي حاجات دروس لازم نتعلمها. فرصه يعني انت اتغلبت النهارده، ولكن انت برده يعني بمكسبك الماتشين المؤجلين ممكن تبقى الاول، يعني الامر بالنسبه لك متاح. في بعض الماتشات للتعليم، لازم تتعلم، لازم تتعلم انك لما يجيلك فرصه لازم تخلص، لازم تتعلم انك انت في بعض الماتشات لما هتبقى مرهق لازم لما يجيلك فرصه متاحه بالنسبه لك انك تسجل لازم تسجل من بدري عشان ما تحطش نفسك تحت ضغط، عشان المدير الفني ما يضطرش ان هو يغير تغييرات عكس سير المباراه. النهارده في عندك اصابات، يعني ديانج خرج للاصابه، لعيب انت برده كان ما كنتش عامل حساب ان هو يغير. غيرت ايمن اشرف للاجهاد، عندك لعيبه كتير مجهده، يعني مطلوب من لعيبه النادي الاهلي التركيز في الحالات الهجوميه. انت اللي بيخليك انك ترجع ورا تدافع كده، او يخليك مثلا الفرقه تهاجم عليك او تعمل هجمات مرتده عليك، ان انت بتيجي في اخر المباراه انك عايز تسجل فبتضغط نفسك، فبيبقى عندك زياده عاديه في الناحيه الهجوميه على حساب الناحيه الدفاعيه، فبالتالي فرصه لفرق الخصم بتلاقي مساحات تشتغل فيها زي ما حصل في الهدف الثاني، وزي ما حصل برده في الكره اتلعبت من ناحيه الشمال بالعرض في الاخر وخرجها بدر بنون. عايز اقول للعيبه النادي الاهلي النهارده في درس مستفاد، درس كبير مستفاد. خسرنا 3 نقاط ولكن كنا الافضل، ده معناه احنا قلنا يا جماعه الماتشات اللي جايه دي كلها ماتشات كؤوس، طالما لسه الفروقات بينك وبين الخصم مش كبيره، تمام، بتتكلم في 3 بونت في 6 بونت، بتتكلم في ماتشين او 3 على الاكثر، يعني لازم كل مباراه بالنسبه لك تكون مباراه كاس، لازم تدخل المباراه وانت داخل عشان تكسب، لازم كل فرصه بالنسبه لك هي تكون الفرصه الاخيره بالنسبه لك. مستر موسيماني النهارده كان يعني في بعض التغييرات كان ليه وجهه نظر فيها ان كان لازم يلعب 2 فراوده خلاص من بدايه، يعني من اول ثلث ساعه من الشوط الثاني لازم يحط 2 فراوده موجودين، لانك انت خلاص فرقه سموحه تكتلت في نص الملعب او في القلب وثبت لك اطراف الملعب، فانت كل الكرات بالنسبه لك عرضيه، فلازم يكون 2 او 3 موجودين في ال 18 زياده عاديه، 2 راسين حرب او 3 طبعا عشان تستغل الكرات العرضيه بالزبط. لكن كون كهربا ان هو يكون هو اللي موجود في ال 18 او وليد سليمان موجود في ال 18 برضه، هم امكانياتهم لا تجيد اللعب في الكرات العرضيه، او لا يجيد اللعب بالراس واستغلال الهيد في الكرات العرضيه. دي برضه حاجات من الدروس المستفاده. اوقات كتير جدا يعني لاحظنا الفتره اللي فاتت انك بتعمل تغييرات اجباريه مش اختياريه، وده اللي عمله مستر موسيماني النهارده، في تغييرات اجبر عليها مستر موسيماني في المباراه. في بعض اللعيبه في النادي الاهلي واضح عليها الاهجاءات من كتر المباريات، مطلوب برده روتيشن الماتشات اللي جايه، لازم برده تغير وتبدل لعيبه. انت عندك مباراه بعد 48 ساعه تقريبا، طبعا مباراه صعبه جدا، جدول النادي الجدول بتاع النادي الاهلي صعب جدا جدا جدا، احنا خلاص فقدنا الثلاث نقاط، لكن عندك مباراه اهم، عندك امبي الماتش اللي جاي، فرقه صعبه طبعا. فرقه غلسه، لياقه بدنيه عاليه جدا، هيجاروك في الملعب، لكن برضو انت تقدر باسم النادي الاهلي وامكانياتك وقدراتك تخلص الماتش. عشان كده بنقول دايما وبنصر عليها في كل استوديو، لما تتاح فرصه انك تقتل المباراه لازم تقتل المباراه، خلاص هيبقى انت بالنسبه لك الامر اسهل، لان الفريق اللي قدامك هو اللي هيفتح خطوطه مش انت. النهارده النادي الاهلي هو اللي فتح خطوطه الشوط الثاني، فكان بالنسبه لفرقه سموحه عنده مساحات يتحرك فيها. لو الاهلي كان قدر يسجل زي ما عمل في الزمالك، سجل الهدف الثاني على طول بفرص اتيحت،
النهارده في حوالي 6 7 فرص اتيحت للاعيبه النادي الاهلي. لازم يسجل يا كابتن. ما افتكرش يا بلال ان احنا هنقابل اسهل من مباراه مش سهله. سهله جدا يا كابتن ايمن. يعني مباراه سهله كانك عامل تمرين. سهله جدا. تعمل تمرينه. قفشه النهارده 3 كور، كهربا النهارده، بواليا، شريف واحده. ده احنا هنشوف بعد كده مساحات غريبه جدا في الملعب. مش ممكن ده سايب لك الملعب يا كابتن ايمن. هو سايب طرف الملعب حتى كمان وعامل الزنفر في قلب الملعب، حتى كمان الرقابه بتاعتهم رقابه صحيح. ضعيفه جدا صح. انت بتستلم ما بين الباك وما بين السترد باك بكل سهوله واريحيه، ممكن تعمل دبل باص النهارده. قفشه كام كره في ال 18 بيشوط، حسين الشحات جات له كورتين في ال 18، فعندك فرص اتيحت ليك بشكل كبير جدا جدا جدا. ودي قاعده في كره القدم، هتضيع اهداف كتيره جدا ممكن تستقبل وانت مجهد، فلازم انك كل فرصه تجي لك انك تخلص الماتش لازم تخلص الماتش. صحيح كابتن عادل، يمكن انت بتتكلم كتير على السيطره والاستحواذ، النتيجه تعتبر غير متوقعه بالنسبه لسير المباراه. ادي الارقام، بص مثلا الارقام اهي، يعني اهلي 68 استحواذ، سموحه 32 تصويب على المرمى. تخيل النادي الاهلي صوب على المرمى 27 تصويب، 9 ما بين الثلاث خشبات. سموحه صوب 4 تصويبات، 3 منهم الجولين. الركنيات النادي الاهلي 8، نادي سموحه 3، اخطاء هنا 12 هنا 13. من وجهه نظر ايه اسباب الخساره النهارده؟ اول حاجه يعني طبعا انا متفق مع الكباتن ان في دروس مستفاده كتير، بس اول حاجه لازم اقف عندها ان التواضع. التواضع من يعني لازم يكون شويه عند بعض اللاعبين. في بعض اللاعبين الثقه الزايده عندهم، مش عايز اقول راحت الغرور، بس راحت لعدم التواضع واحترام الخصم. عدم التواضع ده بيبقى ليه عقاب فوري، وده حصل النهارده في الجول الثاني. انا شايف ان ده دي قله تواضع من بعض اللاعبين. النقطه الثانيه، المباراه رتمها عالي جدا، الشوط الثاني بالذات رتمه عالي جدا جدا، والاحصائيات اللي موجوده احصائيات ممكن تبقى وهميه شويه. ليه؟ لان احنا ممكن ابقى عندي 3 فرص على المرمى، بس 3 فرص دول منهم انفرادين، منهم تصويبه من جوه ال 18 الحارس مخرجها. ولكن لو جينا بصينا للفرص كلها، حاجات تصويبات من بعيده، حاجات كلها في ايد هاني سليمان من بعيده خالص. حتى العرضيات اللي انا عندي برضو تعليق عليها، ان الملعب فاضي وعندي مساحات كتيره جدا، ولكن انا شايف ان الشوط الثاني كان فيه استغلال خاطئ او توظيف خاطئ لبعض اللاعبين. لان الشوط الثاني احنا شفنا كام مره كهربا عمل ثرو باص طويل بعيد. يعني ما ينفعش ان كهربا اللي عنده السرعه هو اللي يبقى في وجود قفشه، وجود ناصر ماهر، وجود وليد سليمان في الملعب، ان كهربا يبقى صانع اللعب. ايوه ده انت المفروض تستغل كهربا يبقى فيرو الثاني كمان، زي ما بلال قال انا عندي اوريدي راسين حربه جوه الملعب بس بطريقه غير مباشره، راس حربه وممكن واحد يلعب تحتيه او يلعب جناح كجناح. النقطه الثانيه ان انا عندي مساحات كبيره جدا على الاطراف وما يقدرش استغلها، لان الاثنين اصحاب القرار هم مش لعيبه اطراف. يعني مش يعني استاذنك كابتن عادل معلش، نروح للمؤتمر الصحفي للمباراه ونشوف مستر موسيماني قال ايه بعد المباراه. We made a lot of individual mistakes, many individual mistakes. ارتكبنا اخطاء فرديه كتيره عديده. And collective mistakes. واخطاء جماعيه برضو. But we didn't have also to be honest the energies for this match. للامانه ما كانش عندنا الطاقه ان احنا ندي المباراه دي نلعب المباراه دي. Yeah, I guess we lost a lot of energies in the previous game. لكن الماتشات السابقة بذلنا فيها مجهود كبير، فقدنا طاقة كبيرة فيها. Two and a half days back, so it was difficult. آخر مباراة من يومين ونص كان صعب طبعاً. استكمل كل قواك. Yeah, the challenge is on losing important players again. تحدي بس لما تفقد لعيبة مهمة تاني. First substitutions on Alouy and Akram. I mean Ashraf. أيمن أشرف وأليو ديانج كانت تغييرات إجبارية. But I think we should have wrapped the game earlier when Afsha had a chance in the first. كان ممكن نخلص الماتش بدري جدا من كوره افشل في اول دقائق. But then we needed to chase the game and we didn't have enough energies and لكن الجيم طول علينا وما كانش عندنا طاقه نكمل لغايه الاخر. But we can't make excuses because we knew that this team plays on a break on counter attacks. لكن ما نقدرش نعمل اعذار لان احنا عارفين الفرقه دي بتلعب على المرتدات، احنا عارفينها بتلعب على المرتده. The problem is when they score first, then they will be more stronger on the counter attacks. If you score first, then they have to change the game and open up. But we played into their own hands.
للاسف طبعا عشان هم سجلوا بدري فالجيم بيتغير، مش مرتدات الدار تفتح عشان تلعب يعني الجيم اتغير تماما ما سجلوا، فبتلعب اكتر هجومي عشان تحاول تدرك التعادل يعني. يا مشيت جاست اكسبت ذا ديفيت، لازم نقبل الهزيمه. اتفضل يا جماعه بعد الهجوم اللي في ماسك، بس لو معاك ماسك كل اللي قاعد. طب قول لي استاذ الماسك بعد اذنك مين يسال يا جماعه؟ اتفضل. عندنا ثلاث اسئله بعد اذنك، مين عايز يسال؟ في كويشنز. واحد اثنين ثلاثه اتفضل. احمد عصام سيركسو وزا شناوي فيت 100% اريف توديز جيم وسو ذا سكند جول في ادلي هاد ذا انف انرجي از يو سيد تو سيف ذا جول. سؤاله بيسال سؤاله بالانجليزي على طول، بيقول له طارق الشناوي كان جاهز تمام من المباراه دي، شفنا الهدف الثاني اللي دخل فيه ما كانش عنده طاقه كافيه انه يرجع وينقذ الكوره اللي اتلعبت الهدف الثاني اللي هو المرتد. سؤال الشناوي انا اسكت اباوت هيز كونديشن اف هي سترونج انف فور ذا ماتش ذيس از نو نو ام جود ام سترونج اي كان بلاي. قبل الماتش سالت الشناوي قلت له يا ترى انت قوي بدرجه كافيه او قادر تلعب المباراه؟ قال له انا تمام مفيش مشكله، انا قوي مفيش مشكله. هو ده الحارس نمره واحد بتاعنا وما زال هو الحارس الاول بتاع الفريق. ما اقدرش الومه على الجول. اتفضل سؤال تاني. اتفضل حضرتك قلت في اول ذا بيجيننج ذات ان انت بتعاني من الايجاب. دي حياتنا هنعمل ايه؟ It is the program is like that. We have games left behind, so we have to catch up. البرنامج كده احنا عندنا ماتشات مؤجلة فلازم نعوضها نلعبها. اتفضل يا فندم. سيف شحات بنشوفه دايما في الجبهة اللي في الرايت سايد. ولكن بنحس بعد كده وي فيل هيز مور افيشنت ان ذا ليفت سايد. انت حضرتك شايف ان هو لعب في مركز غلط النهارده؟ مكان غلط؟ انا بتكلم ان احنا دايما يعني مصرين وانا في جبل مصر ان هو انتاجه اكتر في جبل مصر بيفتح. No, so you said to play in the right side, but in the left side he's more efficient. He's more productive for that. So you want him not to play where he's been playing? You want him to go to the other side? حضرتك شايف ان هو السؤال بس عشان برضه اللي ما سمعش بيقول له انت مصريين تلعبوا الناحيه اليمين حسين الشحات مع الناحيه الشمال سالفات بطوط افريقيا بيلعب الشمال بيخلق مساحات وبيخترق بافضل من الناحيه اليمين وبيسجل اهداف. فهو بيرد عليه بيقول له انت عايز النهارده شايف ان لاعب في مكان غلط تحب يلعبه ناحيه الشمال مش اليمين؟ بيسال حياتك. هو انا شايف ان هو دايما فعاليته اكتر المور افيشنت وان ذا ليفت سايد نوت اونلي توداي بل اني اي تيك يور ادفايس بس يو شود هاف تولد مي بيفور ذا سيزون ستارتد بيفور اي ستارتد. بقول ماشي هاخد بنصيحتك بس حقك كنت تقول لي قبل الموسم ما يبدا. اي هير يور ادفايس تيل مي وين اي كيم هير You should have told me don't play Shahat. لما جيت اول ما جيت قلت لي خد بالك ما تلعبش مساحات ناحيه اليمين لعب on the left. افضل ناحيه الشمال. Okay. Tonight we lose a match. You see Shahat is no longer good on the where did he score the goal? بدل ما تيجي tonight where did he score from the left? النهارده جاب جون النهارده حضرتك شفت جابه منين من اليمين ولا من الشمال؟ From the right side coach. And that's where you want him to عشان كده انت عايز يلعب ناحيه الشمال. He must not play there. Where he scored the goal today? انا عايز يلعب في مكان تاني غير اللي سجل منه جون النهارده. ما هو I'm not about talking about only today, but normally they give okay. the problem. Who else must switch positions? إيه رأيك ممكن أغير مكان مين تاني؟ ممكن مين؟ Who else? Any other one? في لعبة تاني عايز أغير مكان مع بعض؟ Okay. The decision is for you. It's just a proposition for you. Okay, I will take your advice. ماشي هاخد نصيحتك. Okay. Okay. Very, very good advice. عايزين تفضل قائمه المصابين للنادي الاهلي ده لونج ليست اوف ذا انجري واصابات النهارده. عايزين طبعا اصابات النهارده غالي كابتن بدري بانون كان لا ماشي اسمه اسالني سؤال حضرتك عايز قائمه المصابين اسمع اسمائهم يعني ولا لا 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 عايزين نعرف بدايه عودتهم امتى امتى حالتهم يعني كابتن بدري بانون النهارده كان بيلعب وهو مصاب ولا ستيكس اوف ذا فايل انجري وين هي كام باك اند اف وي بي لوست ذا ماني فروم ذا انجري توداي اند اف بدري بانون continue the game with injured and وليه مش عادي اوف ده اربع اسئله كده سؤال سؤال نجاوب حته حته اوكي
when the play come back, the English come back, and if I bet it, it's too good. Saba. Were you the one who was? مش هيك لو طلع مش هيك لو طلع شريف في الماتش اللي فات. Last time he said why? Why we keep one on this? It's not you. Was he the same? Oh, he's not the same. It's not him the same. So this you are saying we should now change positions, eh? And then he's saying what? He said we must change Shahad and then. طب ممكن نختار سؤال بس نجاوب عليه ماشي الأربع أو سؤالين كتير أربع سؤال. The injuries of today who lost to them. Yes. Yes. Badr was half okay. Can and we asked him if does he want to move. وسألوا تحب تغير مكانك في الملعب بدل مع سوريا تلعب ديفندر وسوريا يرجع ورا يلعب بسرد باك قالوا لا انا هكمل is the load هو حمل طبعا الماتشات you will have injuries ما الحمل الماتشات لازم we talk about injuries tonight because we lost بس مش هتكلم عن الاصابات النهارده عشان خسرنا we won against Zamalek with many players out injured احنا كسبنا قدام الزمالك وكان في غيابات كتيره جدا بسبب اصابات وما اتكلمناش عن الاصابات tonight because we lose I should make excuses النهارده مش هوجد اعذار عشان خسرت اقول الاصابات I'm not gonna make those excuses مش هاخد اعذار عشان when and see how it goes we lost the match and we should accept the defeat احنا بنفضل نكمل ونلعب برغم الاصابات احنا خسرنا المباراه ولازم نقبل الهزيمه اخر سؤال اتفضل كان سؤال على اصابات لا اخر سؤال اتفضل لكن النهارده حاجه سهله كل عارف ان الموسم ده موسم استثنائي ذا سيزون از اكسبشنال جيم سيزون فور ذا كورونا فايروس في بعض الماتشات ودي ستارت سام جيمز سكور عالي الثاني نزل When you lead some games with a high score, why didn't give the opportunity to the young stars to prepare them for the season? Especially, you play 7 games in 22 days. So we didn't give the opportunity for young stars when you are leading from the score to prepare them for such a position. I mean, everybody's playing, yeah? هو لعب كله. وحضرتك قلت برضه السؤال هو بيقول Who is not playing? For the young star coach. Who is not playing? Akram is not playing. Nasser is not playing. Because young stars, young the juniors, young stars. Kuka is playing. The other players. He is asking why we didn't give an opportunity for the other players like. So Kuka. I should have put the young stars against Zamalek. Is that what you say? And the chef can put another. Because the program is heavy. Before, when you are leading with a high score. Which score? We the in matchات اللي حكسبنا فيها. Which match? Let's be practical. Tell me which match. Which match? بيقول لك حاجه بتقول له في ماتشات فوز الاهلي كسبان بنتيجه كبيره تنزل ناشئين زي ماتشات ايه بيقول حاجه ماتشات ايه Are you referring to which match بيقول حاجه بتقصد انهي مباراه اللي كنا كسبانين فيها يعني ما كانش في ماتشات الاهلي كسبان فيها Which match بيسأل حاجه tell me the match هو بيقول لك انهي مباراه اللي كنا كسبانين فيها بيسأل حاجه سؤال بيقول لك انهي مباراه No he don't Okay thank you اتفضل يا كابتن عادل كمل كلامك بس احنا بنتكلم في الحاجات الاسباب اللي كانت جوه الملعب اللي ادت للنتيجه دي احنا كان في وقفنا عند التسرع والريتم عالي جدا في المباراه وكان في تضارب في المراكز ما بين اللاعبين تضارب في المهام ان اتفقنا ان يعني اخر كره في المباراه بواليا هو اللي بيعمل لونج بول جوه ال 18 واحنا 2-1 وهو من نص الملعب فبواليا متواجد في مكان مختلف عن يعني المفروض مش هو اللي يبقى صانع اللعب المفروض هو اللي يبقى موجود يلعب الكره بدماغه كذا كوره برده كهربا عمل ثرو باس برده انا شايف ان كهربا كان هو اللي محتاج انا عندي لعيب مهاري ولعيب سريع فاللعيب السريع هو اللي ياخد الثرو باس من اللعيب المهاري كان في تضارب شويه ادينا برده سيبنا يعني مفاتيح المباراه كلها كانت عند الظاهراي الجنب مظبوط وقت كبير جدا اكرم استلم كور كتير جدا ولكن طبيعه لعب اكرم مش باك رايت وده يعني بنعذره طبعا ان هو بيأدي في مكان مش مكانه ولكن انا كان ممكن جوه الملعب ابتكر انا خلاص شفت الفرقه موجوده بلعب باستحواذ وفرقه واقفه لي جوه ال 18 طول الوقت هما بيخرجوا بس في الكاونتر اتاك ممكن اقفله بلعيبه نص ملعب ممكن يبقى موجود سلية ممكن موجودين الاثنين قلبي الدفاع والباك الجنب موجود انا كنت شايف ان المباراه كانت محتاجه شويه ابتكار من ناحيه ان الاثنين اللي يبقى عندهم القرار يكونوا مهارين اكتر الكوكا لسه برضو لعيب صغير ولعيب ناشئ لعيب كويس ولكن ما ينفعش احمله انه يبقى عنده القرار على طول أي. اكرم نفس الشيء هو مش باك رايت اساسا ولكن
انا ظروف المباراه باينه ان كل اللعب من على الاطراف، الكور كتير جدا بتروح على الاطراف. لو جينا بصينا على العرضيات هتلاقي عرضيات كتير جدا. يعني ممكن يكون بلال اتكلم شويه على عرضيات ان احنا برده ما مش عارفين نلعب بدماغنا كويس، ولكن في جزء منها برده ليه علاقه بالكواليتي بتاع الكروس. الكروس مش معمول صح، توقيته مش صح، فده برده انا شايف ان كان شويه كان ممكن يبقى حسين الشحات تغييرته برده كانت بتبقى متاخره شويه، لو تغيير حسين الشحات يبقى موجود في الملعب يلعب، او حسين مكان اكرم. بالظبط، طالما خلاص ما هو بالظبط وصلت ان انت خلاص انت الحلول بتاعتك ان انت تشغل من اطراف الملعب خلاص، يبقى اطلع احط لعيب عند الحته دي، اودي وليد سليمان ناحيه الشمال اخليه يشتغل كروسات كويس. انا دي الحاجات انا برده شايف ان احنا ايه الناس كلها في المؤتمر اتكلمت في نقط طب ليه مين ناحيه اليمين ومين ناحيه الشمال، بس انا شايف ان جوه الملعب كان في حلول اكتر. قفشه انا شايف برده ان قفشه رجله في الملعب اكتر من وليد واكتر من ناصر. فلما اجي العب برقم 8 تاني انا شايف ان قفشه كان اولى يعني اقرب واحد يلعب رقم 8. ليه؟ لان لو جينا شفنا فرق السرعات بين اقرب بين قفشه وبين ناصر، لا ناصر عنده سرعات اكتر. وناصر اصلا في الثلث الاخير ساعات بيلعب جناح ساعات بيلعب رقم 10، فعنده سرعه في ان هو ينقل في ظهر المهاجمين عكس قفشه. قفشه في الكره في رجله كنترول اعلى. لما اجيب لعيب ورجليه في الملعب بقاله فتره واجيب لعيب بقاله 4 شهور او 5 شهور ما بيلعبش ورجع بقاله فتره، سنس الكوره عنده سنس الباص مش هتلاقيه احسن حاجه. وده دي نقط لازم برده ناخد بالنا منها من اللي جاي. برده الشيء نفس الشيء برده وليد سليمان هو اللي كان يعني كهربا كان بينزل بيسند على وليد سليمان. يعني في كذا كوره لو جبناها هتلاقي ان كهربا هو اللي بيلعب على وليد سليمان، المفروض ان العكس، المفروض ان العكس وليد سليمان هو اللي يبقى موجود من نص الملعب. في كور تانية برده كتير جدا جوه في نص الملعب، الكوره مع رامي ومع بدر في منطقه كبيره جدا في نص الملعب فيها 3 أو 4 لعيبه من سموحه. مع ان اصلا تمركز لعيبه سموحه يعني النهارده طبعا مبروك المكسب، ولكن في تمركزات كتير جدا خطيئة. جدا خاطئه. يعني لو النادي الاهلي يعني كان موفق بس في بعض التمريرات كان صنع فرص اكتر من كده. فانا شايف ان دي الحاجات اللي احنا لازم في خساره 3 نقاط مش مشكله، الدوري لسه طويل، انت لسه برضو عندك مباراتين لو كسبتهم تبقى تتصدر الجدول، ولكن المهم ان انا اعرف ايه اخطائي استفيد من اخطائي. وحاجات تانية لازم برضو في التمركزات وانا بهاجم تمركزاتي عامله ازاي، ازاي اعمل ديلي للكوره، ازاي بدل ما ابيع نفسي مثلا من لعيب لا اقف انا لعيب وقدامي الكوره معايا مش لازم اخدها، في لعيب هيستلم الكوره وانا 2 عادي استنى لغايه ما اجيب لعيبه نص الملعب. في حاجات كتير انا شايف ان هي كل هزيمه بتجيب لك حاجات احسن. برضو عشان ما نبقاش برضو يعني احنا كنا كسبانين الزمالك من 3 ايام فما تجيش ان احنا نروح مغيرين معانا ورقه الفرقه كسبت طب نتكلم الكلام الفرقه خسرت، لا ده مش صح خالص. فانا شايف ان احنا ناخد بالنا من الحاجات اللي نتداركها في المستقبل. نشوف اللعيبه مراكز اللعيبه المناسبه للفريق النهارده لعيبه نص الملعب مين اجهز مين يشتغل احسن توقيتاتهم ايه كمان. يعني وليد برضو اكرم وليد وناصر، ناصر بقاله فتره اكتر من وليد، يعني بيتكلم في شهر بس وليد كان رجليه في الملعب. يعني رجوعهم مختلف. فانا برضو كنت شايف توقيتات التغييرات كانت ممكن تبقى في حاجات قبل حاجات تانية. يعني كانت البدايه بوليد قبل ناصر. ففي يعني في 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 سلبيات ولكن في ايجابيات نحاول نشتغل عليها بعد كده، ان في لعيبه رجعت لك تاني وده شيء ما انا مش شايف. يعني خساره طبعا كلنا بنكره الخساره، يعني ما بنعرفش الخساره، ولكن يعني خلاص هي دي سنه الحياه. وفي فرقه خسرنا مباراه ب3 نقاط نبدا نبني للي جاي ونبدا نبني بدني، لان النهارده انت خسرت ديانج وخسرت ايمن اشرف. البدايل ايه؟ انا شايف ان البدايل محتاجه ابتكار شويه. ما تبقاش كلاسيكيه، لان الفريق البطل محتاج يبقى ما يبقاش كلاسيكي. بالذات كمان انت بتجمع نقط عشان تاخد بطوله الدوري، ما بتلعبش مباراه من دورين عايز تتعادل المباراه الاولانيه وتكسب مباراه ثانيه. لازم طول الوقت يبقى في جزء من المخاطره. يعني مظبوط. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، زي ما قلتوا ماتش ب3 نقط وخسرناه خلاص، ماتش وعدى. نبص الفتره الجايه زي ما حضراتكم قلتوا برضو، لو الماتشين المتاجلين انت كسبتهم رجعت اول ثاني فرق 3 نقط. هو يعني النهارده احنا في موقف لا يعني حقيقه الجهاز الفني واللاعبين في موقف لا يحسدوا عليه، شكل المباراه والنتيجه كان شكل غريب جدا، ما كانش حد يتمناه اصلا ولا اللعيبه دلوقتي
وهي في رحلتها لأماكنهم تاني ولبيوتهم مش مصدقين اللي حصل ده. ففي حاجات احنا كلنا شفناها في المباراة من تغييرات، من احساس لعيبة بدلاء ما ادوش الواقع اللي بالنسبة لهم. يعني انا بالنسبة لي لما بيبقى عندي تغيير بيبقى عندي تغيير خارج عن ارادتي، وفي تغيير بيديني انا وانا يعني بختار التغيير ده عارف انه هيعمل لي شكل في منطقه معينه انا محتاجه. أي. انا كنت شايف النهارده ان اللعيبه اللي خارجه من الفراوده بتوعنا او الهجوم بتوعنا عايزين تدعيمات، مش عايزين دول اللي يخرجوا. يعني كنا عايزين نبقى اكتر كثافه ان احنا نقدر نساعد كل اللعيبه اللي موجوده في الملعب ونغير طريقه اللعب، تدوير اللعب من جوه. مش يعني مش عيب لما انا بقى بلعب مع فرقه فاتحه لي الملعب كده العبهم 3 4 3 على الاقل بقى ماسك الفرقه ومنزل لعيبه اكتر شراسه اكتر. وليد سليمان مثلا نازل على الملعب بعد كده كهربا ينزل، بنعمل اشكال قريبه قوي من بعض. يعني كل لعيب يلعب 30 دقيقه 40 دقيقه مش على مسافات بعيده كمان، يبقى عندك السيطره وعندك امتلاك حتى بتحسس الثقه نص ملعبك والديفندر بتاعك ان انت اللي متحكم في كل حاجه. فاللي احنا فيه ده زي ما انت قلت خلينا نخرج منه باستفاده طبعا اللي حصل النهارده ده ما يحصلش تاني. يعني بإذن الله ما يحصلش الاخطاء اللي بتحصل دي. كره بتتلعب من نص ملعب نقعد نتفرج عليها عشان تترد علينا مش تهاون، يعني التعامل معاها او التصرف معاها يبقى بهذا الشكل عشان هي تيجي فينا جول. ده شكل قدري، ده شكل يعني ما يحملكش اكتر منك انت. لا ده ممنوع. أي. ده ممنوع وغلط يحصل في اي فرقه في العالم ان ده يكون موجود. فعشان كده يعني قدر الله ما شاء فعل، وانا بقول للعيبه هارد لك استفيدوا النهارده من اللي انتوا فيه. انتوا بتلعبوا كوره كويسه قوي، بتنتشروا كويس قوي، بتوصلوا للجون كتير قوي. كل المطلوب بقى انكم انتوا تبصوا لبعض جوه ال 18 ازاي تريح كوره لزميلك، ازاي يبقى عندك شفافيه انك انت جبت جول مش لازم انت اللي تجيب الثاني، لا زميلك اللي هو في المركز الاحسن هو اللي يجيبه. يعني ده كل الحاجات دي هتبقى اكيد في راس اللعيبه النهارده وفي الجهاز الفني، وهتبقى الماتش الجاي باذن الله يغير كل اللي احنا شفناه النهارده باذن الله رب العالمين. كابتن عادل المطلوب الفتره الجايه والدرس المستفاد من ماتش النهارده. يعني انا ممكن وانت بتتكلموا يا كابتن دونت شويه كلام كده، يعني يعني اول حاجه عدم التهاون في اي وقت، ودي مهمه جدا. المباراه 90 دقيقه مع الوقت الضايع، فعدم التهاون في اي لحظه اللحظه ممكن تضيع لك المباراه، وده درس لازم نستفاد منه. الحاجة التانية المهمة احترام اللاعب والفرقة واحترام نفسك كلاعب في الوقت اللي انت في الوقت اللي الكرة تجيلك لازم تحرص فيها هدف. أي. ولما تيجي تدافع تدافع كويس قوي. الحاجة التانية التركيز الدائم الدائم الدائم، التهديف في البداية، ودي حاجة مهمة لازم تعرف انك لو هدفت في البداية مش هيلحقوك. مفيش فرقة في مصر تقدر تلحقك. التشتيت من في خارج الملعب، من خارج الملعب زي النهاردة موسيماني لما قعد في المؤتمر الصحفي بدأ التشتيت معاه، بدأوا يكلموه على انه انت ليه لعبت ده وليه ما لعبتش ده. هو لازم يفهم حاجه مهمه قوي ودي لازم يعرفها مستر موسيماني، لازم يعرف ان النادي الاهلي لما بيجي يخسر اي مؤتمر صحفي هيطلع هيحاولوا انه يهاجموه وهيحاولوا انه ينرفزوه، فما يتنرفز خالص علشان هم عايزين الامر ده. فيجب ان هو يبقى هادي قوي مع الصحفيين بالذات في الحاجات دي عشان ما يتشتتش ويروح بره خارج التركيز بتاعه. التدوير في اسماء اللعيبه ودي حاجه مهمه، بمعنى انك تدور في اسماء اللعيبه وليس في مراكز اللعب. أيوة. ودي في فرق بينهم كبير قوي. التدوير مع باسماء اللعيبه، يعني ممكن ناصر ماهر يلعب مكان قفشه في نفس مكان قفشه، ما يلعبش في مكان تاني غير المكان بتاعه، علشان حته التشديد دي بتخليك انك انت بتبقى متلخبط شويه. النهارده في اخر المباراه حسيت ان النادي الاهلي كان الاول خطر جدا في اول مثلا 40 دقيقه، اخر 5 دقائق ما كانش خطر عشان التشتيت بتاعت اللاعبين والحركه بتاعتهم. صحيح. وفي الاخر درس يا كابتن لازم نستفاده منه، لازم نعرف ان الدوري بنلعب 34 اسبوع، ال 34 اسبوع مش هتكسبهم كلهم يعني. صحيح. ولكن البطل وسماته وصفاته ايه؟ انك لما تقع النهارده يوم السبت ان شاء الله تكسب عشان ترجع، واللي بعده تكسب عشان تركب الدوري، عشان انت لو ركبت الدوري صدقني هتخلص الدوري قبلها باربع خمس اسابيع باذن الله رب العالمين. كابتن بلال درس قاسي، الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا وفيها صعوبات كتير، ماتشات وانت عارف مع الماتشات زي ما بيحصل،
هتلاقي في ناس وقعت منك، في ناس بتكمل، في ناس جت من بره، في ناس هتقع، يعني فيها صعوبات كتير. ايه اللي المفروض بقى يحصل؟ طبعا اتكلمنا عن مستر موسيماني، اللعيبه نفسها في حاجتين مهمين جدا المفترض بالنسبه للفتره اللي جايه، بالنسبه للعيبه وبالنسبه للمدير الفني كمان. المدير الفني يحافظ على اللعيبه، تمام، يدور بشكل كويس زي ما قال الكباتن، اتكلموا عن تدوير اللعيبه في اماكنهم، استغلال اللعيبه اللي ممكن تلعب في اكتر من مكان، ممكن استغلهم زي ما اتكلمنا النهارده عن الشحات، كان ممكن في وقت من الاوقات يلعب هو الرايت باك، ممكن في وقت من الاوقات مثلا وليد سليمان كان هو يلعب الفرد الثاني في الطماط، يعني في حاجات ممكن يستغلها مستر موسيماني الفتره اللي جايه، وان يكون اكثر مجازفه في الملعب، تمام. محتاج برضه في بعض الاوقات انك تبقى مجازف بشكل كبير جدا، لان انت النادي الاهلي بتلعب على المكسب طول الوقت. لعيبه مطلوب منهم الراحه الجيده جدا، خلاص مفيش يعني الوقت ما بين المباراه والمباراه غير كافي حتى كمان انك تعمل ريكفر بشكل كويس، فلازم ترتاح بشكل جيد جدا جدا. في مسؤوليه كبيره جدا على اللعيبه، انت بتلعب في النادي الاهلي، فطبيعي طالما انت بتلعب في النادي الاهلي عليك مسؤوليه كبيره جدا طول الموسم او طول الوقت، طول ما انت موجود في النادي الاهلي انت مطالب انك تبقى محافظ على علاقتك البدنيه، بتحافظ على اسمك، بتحافظ على امكانياتك، بتحافظ على قدراتك، بتحافظ على مكانتك، لان انت لو ما حافظتش على الكلام ده مش هيبقى ليك مكان جوه النادي الاهلي. هو ده المطلوب من اللعيبه الفتره اللي جايه، تركيز بشكل كبير جدا. توقعنا قبل المباراه ممكن سيناريو زي ده يحصل يا كابتن ايمن، قلنا ان جاي من مباراه الزمالك عامل مجهود كبير جدا جدا في مباراه الزمالك، كسبان عندك نشوه، مفيش وقت انك تستعيد التركيز بتاعك بشكل كبير بعد مباراه الزمالك، فبالتالي ممكن يكون ده اثر عليك النهارده سلبا في مباراه سموحه. البطل وارد انه يتغلب وده وضع طبيعي، وارد انه يتعثر وده وضع طبيعي في الدوري العام، عادي جدا. انت لعبت 13 مباراه، اتغلبت مباراه وتعادلت 3 مباريات، وما زلت عندك فرصه انك تكون على قمه الجدول، وده النادي الاهلي، وضع طبيعي جدا، عادي انك تتعثر في بعض الاوقات، لكن ما تتعثرش طول الوقت. الاهلي اعتقد او من وجهه نظري الشخصيه ده درس زي ما الكباتن اتكلموا، ودرس مستفاد بشكل كبير، مستفاد للعيبه داخل الملعب، مستفاد للمدير الفني برضو النهارده. اعتقد الاهلي الفتره اللي جايه، وده شيء يعني كلنا شاهدناه ولاحظناه، انك لما بتبقى عندك تعثر بتقوم بسرعه. صحيح. وده وضع النادي الاهلي، ودي طبيعه النادي الاهلي، ودي شخصيه النادي الاهلي. مطلوب شخصيه النادي الاهلي في الماتشات اللي جايه. صحيح. مش مهم عندي الماتشات اللي جايه ان انا اعمل كوره احلى كوره في التاريخ، لا مش مهم، طالما الماتشات قريبه من بعضها احافظ اكسب باقل مجهود، هو ده. صحيح. المطلوب الفتره اللي جايه. مش مطلوب انك تبذل اقصى جهد، ولا مطلوب انك تكسب باداء رائع جدا، بس مطلوب انك تكسب. مزبوط. في بعض من الاوقات في الدوري العام طالما عندك ازدحام في الجدول والماتشات قريبه من بعضها، فقط انك تكسب، تعرف تكسب. صحيح. لان الفرق الكبيره ميزتها او الميزه الرئيسيه بالنسبه لها ان هي بتكسب، وهي حتى كمان بتادي بشكل مش قوي زي ما قال الكابتن احمد. طب ازاي تكسب حتى لو ما بتاديش بشكل مش قوي؟ تستغل فرص، يعني كويس. يعني المباريات المتتاليه دي بتبقى محتاج تخلصها بدري. محتاج تخلصها بدري عشان ما تستنزفش طاقتك، ودي نقطه من النقط المهمه جدا. والكباتن اتكلموا كلهم في النقطه بتاعت كره قفشه في البدايه. لو دخلت كانت الامور يعني المباراه هتقلب بشكل مختلف تماما. هتلاقي هو الجيم كان مفتوح، هتلاقي الجيم مفتوح اكتر، هتلاقي فيه اندفاع اكتر من فرقه سموحه. فالمباريات دي محتاجه انك هي نص فرصه. المباراه دي وارد جدا، المباراه الجايه وارد جدا، المباراه كلها ما يجيش فيها 3 4 فرص. فانت لازم تستغل الفرص. هي بص، دي كوره، ادي اول كوره دي، لو دخل الكوره دي، لو دخلت هتلاقي الامور مختلفه تماما. هتلاقي استحواذ، يعني برضو المباريات دي ممكن كوره تغير شكل المباراه. مظبوط. ممكن كوره هدف طبعا. ممكن كوره انقاذ هدف، ممكن مزبوط. تكون ضربه جزاء يعني تتصد. صحيح. فمهم جدا، احنا وكلنا اتكلمنا في النقطه دي قبل المباراه، ان الاهلي يبقى فيه، بص يا كابتن عادل، المساحات اللي احنا بنتكلم عليها واتكلمنا عليها جدا. بس بص اقف كده يا كابتن ايمن، اه بعد اذنك. بص عادل، مفيش رقابه حتى في لعيبه. هو مفيش رقابه بايز. بس هقول لك حاجه يا كابتن، الكواليتي بتاع الكروس مش جيد. أيوه. خلينا نتفق، يعني الكره دي جت والكره دي اتكررت كذا مره. ايوه. لو رجعنا الكره تاني لاكرم هتلاقي ان هم واقفين فرقه سموحه كلها 9 لعيبه، بس ال9 لعيبه فين؟ يعني ما ينفعش واقف 9 لعيبه وعندك كل المساحات دي فاضيه. ايوه صح. انت خد بالك الكره دي فيها اعتقد قفشه الاخير ده فاضي. ايوه. والكره لو عدت، لو اترفعت شويه هتلاقي بواليا فاضي. ايوه. ونزلت للكهرباء الكره الثانيه فاضي. فدي برده خد بالك، ان لما تلاقي 9 لعيبه على 4 لعيبه او 5 لعيبه من الاهلي والكره بتجي لهم، انا كنت شايف ان الكره العرضيه لو بتتلعب لو بكواليتي اعلى، او يعني
بدقه احسن من كده كانت الامور تبقى مؤثره جدا. صح. هي دي اللي كانت فارقه. خلي بالك هو انت وصلت، بص المساحات ووصلت فضيلة. كتير وصلت كتير جدا. خلي بالك انت وصلت كتير جدا، واتكلمنا قبل المباراه ان هتلاقي على الاطراف مساحات كتيره جدا. ولكن اقول لحياتك برضو جزء من الحاجات اللي ودت المباراه للاتجاه ده، أيوه. سهوله المباراه جوه الملعب ادت ايحاء للاعيبه ان هو ممكن يكسب في اي وقت، لان هو كل كره بيمسكها كل كره معمول بيها هجمه. صح. ولكن انهاء الهجمه هو اللي كان فيه مشكله شويه. صحيح. فانا شايف ان مش عايزين يبقى فيه اوفر رياكشن في ان احنا خسرنا. مزبوط. والدنيا تتقلب. الدوري 34 مباراه. وارد جدا تخسر، وهتخسر مباريات تانية خلي بالك، وهتفقد نقط تانية، ولكن المهم ان انا اخرج من المباراه اركز في اللي بعدها، ابدا اشتغل على بعدها. مباراه النسيان فعلا يعني. والنادي الاهلي قادر على التعويض ان شاء الله. بس كابتن شريف، للنسيان دي المباراه اللي انا ما عملتش فيها حاجه خالص. لكن انا مش يعني انا برضو مش عايز اتاثر، قصدي عادي مش عايز اتاثر باللي حصل النهارده في النتيجه. الحاجات للنسيان اللي احنا ما بنقديش فيها خالص، لكن النهارده انت اديت وفي فرص لو استغلتها هتبقى بتأدي بشكل كويس. فانا شايف ان ما بقاش مش احنا يعني احنا في المجمل ادينا مباراه كويسه. في العموم مش عايز يبقى فيه رد فعل قاسي جدا، اللي هو الفرقه رايحه في منحنى. لا يعني فرقه ماشيه كويس. صح. من 3 ايام كسبان المنافس بتاعك وعامل جيم كبير جدا، قبلها بفتره برضو عامل مباراه يعني بتأدي بشكل لحد ما جيد، وانت النهارده عامل شوط اول جيد. انت وخد بالك انت كمان وخلعت فرصك النهارده انك ما سجلتش. بالظبط، هي دي الازمه بالنسبه لك. بالزبط. يعني بالزبط. مشكلتك النهارده اللي فارق النهارده عن ماتش الزمالك انك صحيح. الزمالك استغليت فرصتين سجلتهم من 5 فرص. النهارده من 10 فرص. مزبوط. ما قدرتش تسجل. عندك كتير صحيح. عندك فرص كتير. كل كوره بلال بتعدي بيها نص الملعب بتروح بفرصه. كل كوره الاهم هنا بقى ايه؟ انه الفرقه الكبيره زي النادي الاهلي ما بيفرحش قوي، ولا بيزعل قوي، ولا بيهد الدنيا قوي زي ما انت اتكلمت. هو اللي هو المباراه خلصت. مزبوط. خش على المباراه الثانيه علشان تقدر تكسب المباراه الثانيه. علشان الله. احيانا في فرق لما يحصل لها اي مشكله بص تلاقي احنا مش كده. احنا مش كده خالص. طول عمر يغيروا 7 لعيبه 8 لعيبه 9 لعيبه. ايوه يرجع بسرعه علشان قوه الشخصيه. فالموضوع مش عايزين نبقى نروح لحته بعيده. احسن حاجه في البطل انه لما يقع يقوم بسرعه ان شاء الله. واحنا قادرين على التعويض، وان شاء الله نكسب الماتش الجاي ونتربع مره اخرى على قمه الدوري. هنروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع كابتن احمد سامي مدير الفني لنادي سموحه، ومن بعده نروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. انتظرونا من جديد. كابتن ايمن متواصل معاك عقب انتهاء مباراه الاهلي وسموحه، ومعايا كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحه. يعني كابتن احمد، اعتقد 3 نقط غاليين امام النادي الاهلي، وكمان يعني في اخر دقيقه في المباراه اعتقد يعني السيناريو بتاع المباراه كان ماشي بشكل كبير جدا ناحيه النادي الاهلي، وفي الدقيقه 90 قدرتوا تحققوا جون المكسب. النادي الاهلي فرقه كبيره جدا، واحنا لعبنا طبعا بشكل هو طول من اول الدوري لعب بنفس السيستم. هو طبعا طبيعي جدا الشوط الثاني ان انت بتقابل فرقه كبيره وعندها عناصر كتير وعندها تغييرات حتى في التكتيك في الفرقه والتشكيلات عندك قويه جدا. طبيعي جدا ان انت ترجع تدافع، انت برضو يعني ما عندكش برضو العدد بتاع النادي الاهلي، فالطبيعي جدا ان انت قدام فرقه كبيره جدا وثالث العالم ان انت تدافع. دي حاجه يعني عاديه، لكن احنا كنا بنشتغل على حاجه معينه المرتدات. احنا الحمد لله ربنا كافئنا ووفقنا في وقت قاتل. احنا كمان كنا عملنا شويه كان كذا مره في مرتدات طول الماتش، بس ما كانتش بتتنفذ بقرار سليم، بيبقى فيه ميس باص. بس الحمد لله يعني ماتش كبير قدوه، وده توفيق من عند ربنا، وان شاء الله يعني ان شاء الله اللعيبه الماتش ده يديها ثقه اكتر في الفتره الجايه. انا كان يهمني جدا ان انت تنهي الدور الاولاني تجيب عدد نقط 27 بونت كويس بشكل كبير جدا تقدر تبني عليه الفتره الجايه. كابتن احمد، اللي جاي شكله عامل ازاي او شايفه ازاي، خاصه مع ان حسام حسن نجم الفريق النهارده واللي كمان حط جون الفوز، خلاص ده اخر مباراه وهيسيب الفريق وهيروح ليبيا. كمان محمد الطرهوني، اللي جاي شايفه ازاي؟ طبعا حسام من الفراوده المعدوده في مصر وهياثر طبعا بالشكل الفني، بس ان شاء الله باذن الله احنا بالجماعيه نقدر نتغلب على النقص ده. وعندي في موجود عرف السيد وموجود ديريك وموجود محمد نادي، يعني هنحاول على قد ما نقدر نسد الفراغ ده. كابتن في نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر، منور. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لكم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال، كابتن عادل مصطفى. اهلا بيك كابتن. مبروك طبعا لنادي سموحه، وهارد لك لنادي الاهلي.
هنروح سريعا كده لطاقم التحكيم النهارده. كابتن ايمن، كان طاقم التحكيم محمد الصباحي كان حكم الميدان، كان معاه الحكم مساعد رقم 1 سامي هلهل، الحكم مساعد رقم 2 احمد نوفل، الحكم الرابع احمد صالح، كان على الفيديو كان السيد شعبان، وكان صبري شعبان. ونشوف بدايه قبل ما اخش في الحالات التحكيميه كابتن ايمن، بنتكلم في الحكم. الحكم مش بس احتساب المخالفات الفنيه، المخالفات الفنيه مرتبطه تماما يا كابتن احمد بالعقوبات الانضباطيه الاثنين، يعني بحتسب المخالفه لو باهمال ما فيش فيه بطاقه، انما لو في تهور بحتسب المخالفه وبدي فيه البطاقه. اشمعنى انا كحكم احتسب المخالفات الفنيه والعقوبات الانضباطيه عندي فيها مشكله؟ من خلال الحالات انا عندي حاله مهمه جدا جدا كابتن ايمن قبل ما نتكلم، انا بتكلم بشكل عام في المباراه، ان انا عندي هنا مخالفه تستوجب البطاقه الحمراء في الدقيقه 92 كانت لحسام حسن، لان حسام حسن كان عنده انذار في الدقيقه 72 يا كابتن عادل. تمام، الدقيقه 92 ارتكب مخالفه تستوجب البطاقه الصفراء مع عمرو السوليه. وكان يجب اشهار البطاقه الصفراء في الحمراء في هذه الحاله. مش معنى كده ان احنا بنقول الماتش ما كانش فيه اخطاء، لا، كان فيه اخطاء وكان فيه ايجابيات وسلبيات. هنمشي واحده واحده وهنشوف الكلام اللي احنا بنقوله يا كابتن شريف كلام صح من خلال الحالات، ولا احنا بنقول كلام يعني مش مظبوط. نروح للحاله الاولى بسرعه كده ونشوف الحاله الاولى. ستوب، احنا قلنا كابتن اللي تحت الفرصه دي ليها معايير، صح؟ هل هي هتفيد الفريق اللي هو تم ارتكاب ضده الخطا ولا مش هتفيده؟ انا النهارده عندي هنا مخالفه، هرجع تاني كده، هرجع تاني هنا، كرة هنا في نص الملعب يا كابتن احمد، تمام؟ ايهما افضل للنادي الاهلي في اول دقيقتين، تحتسب المخالفه والبطاقه الصفراء ولا تخلي اللعب يتواصل في هجمه مش واضحه؟ لا، البطاقه الصفراء طبعا. مظبوط؟ طبعا. نرجع تاني نشوف المخالفه، هنمشي. ستوب. فين تحت الفرصه يا كابتن؟ فين هنا عدد الازرق؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، يعني فين هنا تحت الفرصه؟ تحت الفرصه لما اكون في الثلث الهجومي انا معاك، ولكن انا كنت افضل ان هنا صباح يحتسب مخالفه ويشهر البطاقه الصفراء في هذه الحاله. ممكن يا كابتن يسيب اللاعب وبعدين يديله بطاقه صفراء في ده المفروض اللي كان يحصل. ممكن وعملها في المباراه. احنا كنا مستنيين، عملها في لقطه ثانيه، مستنيين يا كابتن احمد. بلال، برافو، ممتاز، خلينا هخلي اللعب يتواصل واللعبة تنتهي وارجع ادي البطاقة. طبعا الكلام ده ما حصلش. فبقول اللي تحت فرصة ليها معايير، من فضلك لو سمحت طالما الفريق اللي ارتكب ضده الخطأ مش هيستفيد، صفر ودي المخالفة واشهر البطاقة الصفراء، ده أفضل. اللي بعده. يلا خلينا نمر. شوف، دخول بتهور واضح جدا جدا جدا، أنا بتكلم في معيار البطاقة الصفراء. طبعا. نشوف الإعادة بتاعتها بسرعة. نشوف هل هنا الدخول بتهور هنا. طبعا. نرجع تاني بس، نرجع تاني بس. لحظة البوينت اوف كونتاكت. ستوب. اقول لك حاجة، دي فيها طرد. هنا في بطاقة. ممكن. أنا بتكلم في المعايير. صح. أحمر. هذه بطاقة تانية. أحمر. هنمشي لأن هي أنا برضك هنا إيه، نزلت القدم نزلت على الأرض فقللت شوية من قوة الرجل. مظبوط. وبالتالي نقول هنا في حليمه هنا استوجب البطاقة، هذه بطاقة تانية مفقودة في المباراة. نمر. خلينا نمر. طبعا هنا احتسب مخالفة ولم يشهر بطاقة الصفراء. يلا الحالة اللي بعد كده، هنا حالة من الحالات بنقول عليها التميز للحكم المساعد في الاستلام. نرجع تاني بسرعة ونشوف لحظة الموقف التسلل ولحظة اللمس سريعا، وبنشيل بالمساعد رقم هنا. نشوف كده، هنا لعبة صعبة جدا جدا جدا، هنا الحكم المساعد كان تمركزه كويس وبالتالي سمح باستمرار اللعب، وهنا الهدف هدف سليم. نمر. حالة من الحالات المهمة جدا جدا، البعض قد يعتقد ان هنا في مخالفة، ولكن بنشوف هنا، هنشوف هنا، هنا في تنافس، التنافس موجود. شوف الإعادة، التنافس موجود هنا، الكرة في تنافس، في الكرة هنا ما بين حسام حسن و بدل بنون، وهنا حسام حسن هو اللي رايح وحاطط جسمه كابتن ايمن، وبالتالي هنا يستمر اللي مفيش مخالفه ركله جزاء. نمر بعد كده ونشوف الحاله اللي بعد كده. حاله
حاله من الحالات المهمه جدا جدا برضك بشيد بالحكم المساعد فيها، والتمركز والهدف هدف سليم نتيجه التركيز من الحكم المساعد. وبنقول هنا نشوف هنا خط التسلل، هنا طبعا لعبه من الحالات الصعبه جدا جدا ان الحكم النهارده مشى اللعبه دي كابتن، ويمكن الفار اكد معاه في القرار وهدف سليم للنادي الاهلي. سامي هلال النهارده تحركات جانبيه 10 على 10 وتركيز، و10 على 10 الاثنين احمد نوفل وسامي هلال كانوا النهارده ممتازين. نمر نروح للحاله اللي بعد كده، ايضا حاله من الحالات مهمه جدا جدا، البعض يعتقد ان هنا في مخالفه، ولكن السؤال هنا هو لما تكون الكره النهارده انا في كره ما بين نقطة اللعبة كابتن أو التنافس في حيز اللعب. مزبوط. تمام؟ هنا بيقول في الكرة بين الكابتن عادل عبد الرحمن وكابتن عادل مصطفى، كل الاثنين عندهم فرصة لعب. أنا النهاردة كابتن عادل عبد الرحمن راح حاطط رجليه في حيز المساحة بتاعت الكرة، الكرة ما كانتش بعيدة. صح. وبالتالي لما حطيت رجليا عشان خاطر أحتفظ بكورتي، وهنا شوف هنا ديانج هنا حط رجليه عشان الكرة تبقى قدامه مش بعيدة، وبالتالي هنا مسموح بيه ومشروع بيه، وهنا ما فيش مخالفة على أليو ديانج. نمر الحاله بعد كده، طبعا هنا انذار ايمن اشرف وله انذار هنا للتهور، وهنا ده الانذار. تمام، ونشوف الالعاب اللي جايه والمعيار في العقوبات الانضباطيه. صباح هنا اشهر والبطاقه صحيحه لايمن اشرف في هذه الحاله. تمام، حالتين مهمين جدا هربط بيهم بقى كابتن ايمن اللي هم اللي احنا بنتكلمنا فيهم في بدايه الحلقه، وقلنا هذه الحاله هنا في بطاقه صفراء لمين؟ حسام حسن في دقيقه كام؟ 72. تمام؟ مظبوط. البطاقة صفراء، حتى لو كانت صحيحة أو صحيحة هنا في بطاقة صفراء، هذا اللاعب يحمل البطاقة الصفراء. أيوة. نروح للدقيقة 92. خلاص هنا في بطاقة صفراء للدقيقة في دقيقة 72. نيجي في اللعبة ديت. دي في دقيقة 92، أنا ماليش علاقة بالوقت. صح. مر بيا أو ما إن أنا أمشي أو أنا لا، هشوف الحالة دي يا كابتن هل تستوجب البطاقة الثانية ولا يعني ما تستوجبش. شوف. داخل على رجلي. هنا عمرو السولية لعب الكرة. لعب الكرة. خرجت. شوف هنا الاسترزات رايحة فين؟ أيوه. على رجل. أنكل رجله بالظبط. على رجل السولية. طبقا للقانون خطأ بتهور يستوجب البطاقة الثانية والكارت الأحمر. دي في الدقيقة كام؟ 92. أنا مش بربط بقى إن هو جاب هدف. أيوه. في الدقيقة 94 ولا حاجة، ولكن إحنا بنقول إيه؟ طالما معيارك في البطاقات لابد أن يكون واحد يا كابتن أيمن. صحيح. إنما أنا شايف إن هنا كان هناك بطاقة مفقودة، بطاقة حمراء مفقودة لحسام حسن في الدقيقة 92 نتيجة التهور، ودي يمكن كل الحالات اللي عندنا في هذه المباراة. نتمنى يعني قبل الهدف مباشرة كان حسام حسن يستحق الطرد. المفروض. وأنا مش بجيب كلام من عندي، أنا عندي صورة بشتغل على صورة كابتن عادل. أيوه. صح. بشتغل على صورة. وهو ده القانون اللي إحنا بنتكلم. أيوه. فيه مش بنجامل حد. ولكن انت اشرت البطاقه الصفراء في دقيقه 72، 92 اللاعب يستحق البطاقه الحمراء لم تشهر، وبالتالي مش عايز اقول اثرت، ولكن اللاعب ده سجل هدف في دقيقه 94. كل دي الحالات اللي موجوده عندنا، اتمنى المعيار في اشهار البطاقات الصفراء او الحمراء يكون واحد على الفريقين. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس خبرنا التحكيم. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسموحه، والتي انتهت بفوز سموحه 2-1. كل الأمنيات للنادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله الفترة القادمة بتحقيق الفوز في المباريات المؤجلة واعتلاء القمة مرة أخرى. نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم ألف شكر. ألف شكر كابتن وهارد لك، وده مصر إن احنا ننسى المباراة دي خالص إن شاء الله، اللي جاي أفضل بإذن الله. بإذن الله رب العالمين. كابتن أحمد بلال شاكرين جدا، شرفتنا كابتن. شكرا كابتن أيمن وهارد لك النادي الأهلي، والتوفيق في القادم بإذن الله إن شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن شرفتنا كابتن، الف شكر. الله يخليك كابتن، الضربه اللي ما بتقسمش بتقوي، والنادي الاهلي يرجع ان شاء الله على القمه في المباراه القادمه باذن الله ربك. كابتن عادل مصطفى الف شكر، نورتنا كابتن. الف شكر كابتن، الف شكر. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.